السلام عليكم جميعا. اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، واهلا وسهلا بفتح الحدود، دايما مشرفينا في كل الويبينارز اللي بنعملها. النهارده طبعا يعني سعاده لو توصل النهارده في اكيد في كرنفال عربي، يعني هو الويبينار مشترك بين مصر والاردن والسعوديه ودوله العراق، يعني ويبينار مشترك من 4 دول عربيه، هو بيتذاع دلوقتي في 4 دول عربيه. فطبعا يعني ده شرف ليا ان انا ابقى مع زمايلي واخواتي من الدول العربيه، استفيد منهم من علمهم الجميل. النهارده هيكون معانا 2 دكاتره، اسمحوا لي اعرفكم بيهم. اولا الاستاذ دكتور الاء يوسف غيدان، ساينس تكنولوجي اند مايكروبيولوجي ان ذا هاير كونسل فور ساينس اند تكنولوجي. دكتور الاء برضه حاصل على درجه الدكتوراه في النانو تكنولوجي، وهي طبعا يعني ببلش مور ذان 40 انترناشونال بيبر، وطبعا حاصل على جوائز عالميه كتير جدا، ومشهور من 40 بحث في مجلات ومؤتمرات عالميه. وطبعا معانا برضو الدكتوره فاطمه يوسف غيدان، هيد اوف كواليتي اند ميديكيشن سيفتي يونت كينج عبد الله ميديكال سيتي ان مكه ان سعودي ارابيا. طبعا الدكتوره وطبعا الدكتوره فاطمه يعني حاصله على 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 البورد الامريكي في الجوده، وحاصل على البورد الامريكي للجوده الصحيه من جون هابكنز لسلامه المرضى. طبعا الشهاده المعتمده من مؤشرات الاداء من مؤسسه المؤشرات العالميه ومقرها استراليا، وشهاده ضابط السلامه من المنظمه الامريكيه للسلامه الدوائيه وجوده الخدمه الصحيه. طبعا انا سعيد جدا ان معايا ساينتست يعني وان فروم جوردن وان في عزا فروم سعودي ارابيا كينجدم. طبعا تحيه كبيره من جمهوريه مصر العربيه للمملكه الاردنيه والمملكه العربيه السعوديه ودوله العراق، ويا رب الويبينار تعجبكم وان شاء الله نستفيد. ولا طبعا في الاخر خالص انا هفتح مجال للشات، هفتح مجال الاسئله، اللي عايز يسال الدكتور الاء او الدكتور فاطمه يا اما يكتب او يعمل امر، وانا هخليه يتواصل معاه. انا طبعا عرفت نفسي سريعا، انا ما اعرفش طبعا، وسعيد جدا ان انا اتعرف على الدكتور اوكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا. انا الدكتوره الاء غيضان، بدنا نحكي انا والدكتوره فاطمه غيضان من المملكه العربيه السعوديه عن الميديكيشن سيفتي اند هيلث كير كواليتي ديورينج كوفيد 19. انا بدي اتطرق فقط لجزئيه بسيطه اللي هي النانو تكنولوجي سيفتي. طبعا احنا المره الماضيه قبل اسبوعين حكينا عن النانو تكنولوجي، وحكينا عن التارجت، وحكينا عن المود اوف اكشن للانتي كانسر اكتيفيتي لسم اوف نانو ماتيريال، وصار كومن كثير اعتقد بهذا الويبينار. فراح نتطرق اليوم شوية عن ديفينيشن للنانو تكنولوجي امبورتنس ابليكيشن، وبدنا الجي بي ال هو از كونفرنس يعني او ريفرنس للجينيتك ماتيريال، ونشوف الايكونوميك امبورتنس والهوست بلانت وكيميكال كنترول، وبعدين رح نتطرق للاوبجكتيفز والماتيريالز اند ميثود للسينثيسيز للمغنيسيوم اوكسايد نانو بارتيكلز، وسنتطرق بعديها على الكاركترايزيشن تكنيك والستدي لتاثير هاي النانو ماتيريالز او النانو بارتيكلز والجلاس هاوس تيست وستدي ذا افكت اوف سينثيسايز نانو ماتيريالز ريزيديو اللي هي المتبقيات. المره الماضيه ما تطرقنا لها بشكل كبير، اليوم بدنا نحكي بشكل مفصل كيف نشوف المتبقيات النانو ماتيريالز هاي، وعن طريق اي اجهزه بالضبط اللي بعد الابلكيشن نشوف مصير هاي المواد النانويه، وبدنا نشوف تاثيرها اذا كان في سميه والخصائص الفسيولوجيه، وبعدين رح نتطرق على الستاتستيكال اناليسيز. الريزلت والدسكشن رح نشوف تاثير مواد نانويه مختلفه، المورتاليتي والليثال كونسنتريشن للنانو بارتيكلز، ولتجربه جرين هاوس اكسبيرمنت تاثير
تأثيرها على الستيج مختلفة من الريفرنس اللي احنا بدنا نشوف المورتيليتي إلها أو قديش تقتل في المجتمع اللي حتى ندرس الجينيتك ماتيريال إلها وتأثيرها على البلانت بيبر وبعدين آخر إشي على خصائص فسيولوجية مختلفة ومن ثم سنتطرق conclusion, recommendation, future prospects and finally publication and conferences. طبعا المرة الماضية احنا ركزنا على مفهوم النانو تكنولوجي وهو يعني اتفقنا انه هذا علم مش حديث ولكن صار عندنا ريفوليوشن بالنانو تكنولوجي بعد اكتشاف المجهر اللي هو الفورس سبكتروسكوبي اتوميك فورس سبكتروسكوبي والسكانينج الكترون مايكروسكوب اللي هو كان عام 1981 والسكيل هذا تاع النانو بارتيكلز العلماء كلهم يعني مجتمعين انه هذا عبارة عن سكيل من 1 إلى 100 نانومتر. هلا الابلكيشن كتير مختلفة في الصيدلة في الطب في الزراعة في الصناعة في الطاقة. اليوم بدنا نحكي عن ايش استخداماتها في المجال الطبية والمجال التصنيع الصيدلاني وفي المجال اللي هو الفاكسين. نشوف هلا هيك يعني زي برين ستورمينج على الدراسات السابقة اللي بتسألوا هل هذه المواد النانوية وطبعا المرة الماضية تطرقنا لهذا السؤال وأجلنا لليوم حتى نجاوب هل هذه المواد النانوية خطيرة؟ هل هي تؤثر على الإنسان؟ هل هي تؤثر على البيئة؟ هل تؤثر على الغذاء اللي إحنا بناخده إذا استعملناه as alternative pesticide أو يعني بدائل للمبيدات الكيميائية لأنه هلأ بلشوا عالمياً تترخص نانو بيستيسايد اللي هي مبيدات كيميائية لقتل الآفات واستخدامها في الفود سيكوريتي الأمان الغذائي. فهذا كلها اليوم عن طريق تجارب بدنا نحاول نجاوب هذه الأمور. الأهداف أول شيء بدنا نصنع مواد نانوية باستعمال كاموميليا نوبايل فلورز اللي هي أزهار البابونج اللي هي أوريدي هي أنتي أوكسيدنت. بعد ما إحنا نشتغل على هاي المواد النانوية ونصنعها رح نعمل كاركترايزيشن تصنيف أو تشخيص لهاي المواد النانوية بأجهزة متخصصة مثل فروير ترانسفورم انفراريد الFTIR الXRD أو الX-ray diffraction scanning electron microscopy SEM and energy dispersive spectroscopy EDS. هذا كتير كتير بهمنا EDS حتى نشوف الريزيديو المتبقيات to determine the morphology and particle size diameter of synthesized nanoparticle. كمان حتى scanning electron microscope حتى نحدد شكلها وقديش السايز لأنه كل ما اختلف السايز أو كل ما صغر زاد الإفشنسي لإله فبالتالي إحنا رح نضطر نغير الكونسنتريشن للدراج لأنه أوريدي رح يوصل للخلية بشكل كبير لأنه كل ما صغر حجم هاي البارتيكل أو قطعناها لأجزاء صغيرة فإحنا منزيد السيرفيس إيريا لما نزيد السيرفيس إيريا منزيد الإفشنسي فبالتالي النانو دراج لما إحنا نستعمل مواد نانوية في الدراج ديليفري أو في توصيل الدواء للتيشو للتيومر أو whatever إحنا بدنا نوصل لهم إياها فإحنا منقلل هذه الجرعات وبالتالي لما إحنا نقلل الجرعات إيش بيصير لما نقلل الجرعة منقلل السايد إفكت. الهدف الثالث to study the effect of different concentration على الموديل اللي احنا استعملناه. هلأ في العالم زمان كانوا يعملوا على أنواع ماملز زي الرات أو الرابت. هلأ
صرنا نشتغل على نوع من انواع الانسكت كانوا يستعملوا اللي هي باميسيا تباسي اللي هي الذبابة البيضاء، لانه كل الجينوم معروف، فبالتالي اي تأثير لهاي المادة على الجين احنا عن طريق الدراسات رح نعرف هذا التغير الجيني الجديد. الان اتفقوا العلماء عالميا انه الانسكت اللي هي جي بي اي برضو از موديل او از ريفرنس للتغيير الجيني، فاحنا بنستعملها از ريفرنس. رقم اربعة بدنا نشوف تأثيرها الفايتوتوكسيسيتي افكت، احنا لما نستعملها از الترناتيف بيستيسايد نتأكد انه ما بتأثر على هاي النباتات وما وبالتالي ما في عندنا موت لهذه النباتات. تستدي نانو ماتيريال ريزيديو، هاي هي اهم شيء انه المتبقيات اللي احنا من رشها ما تيجي عندنا عن طريق الغذاء ونحمي حالنا من هاي المواد. طريقة التصنيع كتير سهلة واحنا بنستعمل صراحه يعني نباتات ريتوكس رياكشن، بنحول الاملاح الى اوكسايد او مغنيسيوم اوكسايد اكاسيد المغنيسيوم او واتيفر. يعني انا اليوم بدي اتطرق على موضوعين، على المغنيسيوم اوكسايد وبدي اتطرق على الاي جي ان بي اس اللي هو انا شرحته المره الماضيه، بس اليوم بدي احكي بمنظور اللي هو السيفتي، مين اكثر امان، مين بيأثر أكثر. هلأ المغنيسيوم أكسايد إحنا بنعرف إنه أمان بشكل كبير وتصنيعه كتير سهل، وآخر شيء إحنا هاي البودرة بنستعملها في اللي هو في الدواء. هلا الكاركترايزيشن تكنيك حتى نتاكد انه هاي المواد اللي احنا بنصنعها لتوصيل الدواء للمكان اللي احنا بدنا اياه، لازم قبل ما نعمل ابلكيشن للمريض نتاكد انه هاي اولا مواد نانويه، رقم 2 نحدد الكونسنتريشن، رقم 3 نتاكد انها هي نشتغل اندر اسيبتيك كونديشن معقم، غرفة معقمة كاملة مثلها مثل غرفة العمليات بدون، لأنه إحنا بهاي الأدوية لما نيجي نستعمل فاكسين إحنا بدنا ما بدنا نعرض الجسم لخطر، لازم نشتغل تحت ظروف معقمة، وهاي الأجهزة ما حدا بيدخلها، يعني أي إنسان بده يعمل هاي بيعطوا السامبلز للمختص والمختص هو اللي بيشتغل هاي التشخيص المواد الـ STIR XRD EDS TEM. طبعا اشتغلنا هذا الشغل من المملكة العربية السعودية جامعة الملك عبد العزيز يونيفرسيتي، غاز كروماتوغرافي HPLC بثسالونيكي يونيفرسيتي، وثين لاير كروماتوغرافي اشتغلنا ايضا بثسالونيكي يونيفرسيتي. هاي الاجهزه موجوده عندنا في الاردن وفي مصر وفي السعوديه وافيلابل، لكن هلا كولابوريشن اكثر مع المملكه العربيه السعوديه. الاتوميك فورس سبكتروسكوبي موجود بالاردن ولكن لسه احنا ما شغلناه، فبالتالي بنضطر نبعث هاي العينات لجامعه الملك عبد العزيز. هلأ هنا السايتوتوكسيك إفكت بهمنا إنه إحنا المواد النانوية اللي بنستعملها ما تأذي، زي ما أنا شرحت المرة الماضية الميكانيزم أوف أكشن بالتفصيل مع الفيديو منشور مع الدكتور رامي على قناته أيضا، اللي هو الميكانيزم أوف أكشن كيف هاي المواد النانوية بتيجي بس تارجت على الخلايا المعنية أو target cell. طبعا هنا احنا عنا التصنيع اللي على اليمين، هنا هاي المنطقة السوداء هاي الـ AGNPS والتيشو اللي موجودة وهي قادرة على انها تقلل هاد التيومر بدون ما تأذي الخلايا الهيلثي cells اللي هو شرحناه المرة الماضية.
هلا هذا اليو في فيزبل سبكتروسكوبي. هلا انا بس بدي اوجه كلام للي طلاب الماجستير والدكتوراه اللي بيشتغلوا في الجامعه، احنا بيهمنا كثير. يعني هلا انا كل طلابي بدرسهم شابتر نمبر 1 بكل المواد، بالاورجانيك كيمستري، بالاناليتيكال كيمستري، بالبيوكيمستري، كل مختبر بعيد لهم نفس الشابتر. حتى لو هذا الطالب كان مسجل ثلاث مختبرات فإجباري إنه يأخذ شابتر نمبر 1 اللي هو السيفتي. السيفتي رول إحنا أوكي. هلا الجزء اللي كلينيكال الدكتورة فاطمة رح تشرحه، بس أنا بهمني الأوبريشن. أنا لما أصنع حايد الأدوية في المختبرات أو في الجامعات أو في المصانع، هل في سيفتي رول لتصنيعها؟ الجواب نعم، ولازم نشتغل اللي هو بالسيفتي رولز اللي اثناء الاوبريشن. هلا الابلكيشن للنانو تكنولوجي قلنا الاي جي ان بي اس، اللي هو هاي شويه بين اقواس كل العالم احتجت على السيفتي للاي جي ام بي اس. طبعا احنا اشتغلنا فريقي، طبعا انا مش لوحدي، فريقي في بالهند الدكتور ايرنست ديفيد من جامعه دافوليفر يونيفرسيتي بيوتكنولوجي، الدكتور نينادس فيجي نينادس في كوريا، والدكتورة فاطمة غيضان من السعودية، وأيضا من الجامعة الأردنية الدكتور مالك حدادين والدكتور توفيق العنتري من أيضا من الجامعة الأردنية، مبيدات كيميائية تخصصه. طبعا إحنا فريق كامل متكامل، كلنا بنشتغل مع بعض، مش أنا لحالي موجودة هون. هلأ اشتغلنا على سيلفر نانو بارتيكل في عدة مجالات. طبعا السيلفر نانو بارتيكلز عالميا عملوا ضجة كبيرة على السيفتي والفيس، وين مصير هاي المواد النانوية خاصة بالميتال أوكسايد. يعني هلأ أنا الام جي او المغنيسيوم أوكسايد نانو بارتيكلز نهائيا ما فيها توكسيسيتي، ما فيها ريزيديو، ما فيها طبعا حسب الكونسنتريشن اللي أنا بستعمله، بس بشكل جنرال الاي جي ان بي اس شوي عليها كويستشن مارك، ولكن هي أفضل من الجرعة العادية بالكيموثيرابي، لأنه إحنا منقلل الدوز، منقلل السايد إفكت. مثلا إحنا استعملناه في الأنتي كانسر أكتيفيتي للبريست كانسر MCF7 line، عمل اللي هو إنهيبيشن، لكن التركيز احنا اللي وصيناه كتير قليل جدا. وايضا بدي احكي كلمة، الغريق لا يخشو او لا يخشى من البلل. مثلا البيشنت بيكون بده بس تو سيرفايف، ما بده مثلا لونج تيرم، بعد 20 سنة بجوز يصير اكيوميليشن، والدراسات هي لحد الان يعني بنشتغل عليها. لكن انا بفضل المغنيسيوم اوكسايد والزنك اوكسايد افضل من الميتال. طبعا هذا الكلام جديد وحديث. استعملناه ايضا از انتي بكتيريال اكتيفيتي. ليه؟ شو دخل الانتي بكتيريال اكتيفيتي بالكوفيد 19؟ ليش عمالنا بنحكي بهيك مواضيع؟ هلا البيشنت بصير عنده يعني بصير انفكشن اكثر لما يكون حالته كومبليكيتد، بصير عرضه لامراض بكتيريه، بصير عرضه لامراض اخرى. فبالتالي احنا بهمنا ندرس اللي هو الدواء اللي بنعطيه ما يصير ريزيستنس. هلا نشرنا بحث اللي هو زنك اوكسايد نانو بارتيكل، اعطى يعني ريزلت كتير ممتازه، ونشرناها في مجله كنديه ب 2016. هلا هون اذا بدنا نشوف اوكي هل هناك سايد افكت، شو عملنا؟ جبنا تراكيز مختلفه وجبنا خلايا هيلثي ونون هيلثي وقارناها، شفنا انه عن جد النانو بارتيكلز هي تارجت فقط للتيومر، والخلايا الهيلثي سيلز ما صار فيها ولا شيء.
هلا الميثودولوجي في عملنا بايو اسي تيست بالمختبر واشتغلنا ديفرنت كونسنتريشن، طبعا هذا داخل المختبر. بعدين درسنا على اللي هي الجي بي الجي بي اي جرين بيتش افيد تنشوف تاثير المورتاليتي، هل بتاثر هاي الكائنات لما احنا نستعمل هاي المواد النانويه في الانفايرومنت في بعد استخدام الدراج او واتيفر. انه هلا احنا بهمنا ليه دخل هذا بالموضوع، هلا موضوع السيفتي كثير متشعب وكثير كبير. موضوع الاول انا ما بدي اصنع مثلا دراج واجي اخرب البيئه، بحاول استعمل اكوا سوليوشن بدل ما انا استعمل كحول، فبضطر اقلل الفارماسيوتيكال ويست برودكت، نوع من انواع السستينابيليتي. هلا الريزيديو، الريزيديو شو عملنا حتى نشوف هل هناك متبقيات على الغذاء اللي احنا رح نتناوله في المستقبل كامن غذائي. عملنا ديفرنت كونسنتريشن ورشينا على النباتات وجففنا، والصوره اللي تحت هذا كثير بهمني، هاي الشاشه اللي هو اللي على اليمين هذا الجهاز، هذا الاس اي ام. طبعا هاي غرفه مغلقه ما حدا بيدخلها الا فقط المتخصص، بنحط السامبل بهذا المنطقه بتكون بودره وكوتد. هلا في طريقتين للكوتد، في عندنا مره بنحط جول وبعض المراكز بحطوا بلاتين، لكن انا بفضل الجولد لانه الالكترونات تطلع الصوره كثير اوضح لما انا استعمل الجولد كوتد للسامبل. هلا هون الاي دي اس، هذا الجهاز ما بعرف اذا بقدر اعمل بوينتر او شايفينه، هاي الشاشه اللي هو موصوله بالاس اي ام بالسكاننج الكترون مايكروسكوب وبيعطيني بيك. هلا بالريزلت لما افرجيكم اللي هو انرجي ديسبيرس سبكتروسكوبي الاي دي اس بشوف لنا القراءات، هل بالعينه متبقيات او شو صار بالعينه قبل او بعد باي تيشو، يعني مش مشكله، المهم ناخذ نتيجه. فايتوتوكسيسيتي افكت نفس الشيء، ما اعطاني ولا سميه ولا ميكروتيك ولا شيء سيء. واستعملنا كونسنتريشن مختلفه بالمغنيسيوم اوكسيد نانو بارتيكلز وشفنا الخصائص الفيزيائيه والخصائص الفسيولوجيه، بالعكس اعطت هيلثي بلانت اكثر واعطت ريبرودكتيف اكثر. الاستاتستيكال اناليسيز استخدمنا ساس واستخدمنا ال سي 50 وال سي 90 واستعملنا الار سي دي واستعملنا الاس دي تيست ات 5% ليفل اوف probability. الريزلت effect of different nanoparticles studied on mortality، وبدنا نشوف قد ايش صار عندنا ومين افضل، مين افضل شيء. هلا المورتاليتي بيرسنت، هلا في عندي الكبر اوكسايد وفي عندي زنك اوكسايد في عندي مغنيسيوم هيدروكسايد وفي عندي مغنيسيوم اوكسايد، بس بدي انوه لشغله هون، لما اعطتني نسبه قتل اكثر او مورتاليتي اكثر هذا بيعني انه هذا سام جدا المغنيسيوم هيدروكسايد نانو بارتيكل بعد 48 ساعة. فبالتالي كل ما أنا قللت الجرعة كل ما كانت أفضل، كل ما قللت التركيز، التركيز كونسنتريشن، لأنه هلأ في زي شيء مضاد أو عكسه. هلأ لما أنا أزيد الكونسنتريشن بزيد المورتاليتي، انا لا ما بدي هذا الشيء، راح اوصي انا بالتركيز القليل لانه اكثر سيفتي، يعني معكوسه. هون تشاي سكوير كمان يعني بنشوف هذا كله اناليتيكال، والارقام يعني هون مثلا ال سي 50، ال سي 50 هون مثلا 0.1 0.4 0.1 هنا. هلا ال سي 50 كل ما كانت قليله معناتها سامه اكثر، القصه معكوسه. يعني في ناس بيقولوا لا ال سي 50 عاليه يعني انها سيفتي اكثر،
لما تكون قليلة الالسي 50 يعني توكسيسيتي اقوى. كيف؟ هلا مادة سامة احنا بناخدها بجرعة قليلة جدا جدا، اذا كانت الالسي 50 قليلة معناتها هي سامة اكتر. اوكي، هو نفس الشيء كوبر اوكسايد ومغنيسيوم اوكسايد، هنا مغنيسيوم هيدروكسايد. انا بهمني الخصائص كمان البي اتش مش بس المورتاليتي، لانه انا ما بدي اعمل انجكشن وما بدي اعمل ادخال لاي ماده تعمل لي نيكروتيك او مورتاليتي. هلا هنا قارنا، جبنا بيستيسايد. بيستيسايد اللي هو اللي يستخدم طبعا هو محرم دوليا، لانيت. هذا اللانيت يستعمل في عمليات الانتحار، اللي بده يعني بينتحر بيجيبوه. فقارنا هذا المبيد المحرم دوليا، ولساته طبعا عندنا للاسف بالاردن ان شاء الله يعني باند السنوات القادمة. شوفوا شو حصلنا على النتيجة. الكونسنتريشن 8000 مايكروغرام بير ميل، قديش كبير، قتل أكثر من البيستيسايد. فبالتالي هلأ إحنا اللي تريك بوينت بالموضوع الكونسنتريشن. يعني أقولكم شغلة، هلأ حتى المي حتى القهوة بهاي كونسنتريشن أكيد بتسمم، فلعبتنا فقط بالكونسنتريشن. Effect of nanoparticles onto green pepper leaf and fruit. بدنا نشوف هاي الليكتشر الماضية قبل أسبوعين، في من ضمن المداخلات، عشان هيك أنا حطيت هاي الصورة، سألني إنه مأمونية هذه المواد النانوية على الغذاء، لأنه إحنا بنستعملها تنخزن هذا الغذاء. فالجواب عن طريق الاي دي اس انرجي سبكتروسكوبي اناليسيس، الجواب انه لا، ما في هناك متبقيات لهاي المواد. هلا بالكوفيد 19 لايش احنا بنستعمله للباكجينج، نستعمله للنانو كابسوليشن، لانه هلا الجينيتك ماتيريال كيف بدنا نحفظها، كيف بدنا ندخل ماسنجر ار ان اي as vaccine تحت الجلد، كيف بدنا نحمي هاي المادة الوراثية؟ أكيد بدنا نحميها بنانو كابسول، لأنه أصلا المادة الوراثية هي حجمها نانوية. الموضوع أنه إحنا بدنا degradable اللي هو بروتينز أو يعني ما بيأذي الخلية وقابل للتحلل. هلا هون الافرج بالفروت بالليف برضه نفس الشيء، ما اعطانا لا توكسيسيتي ولا 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 ريزيديوز او متبقيه. هون نفس الشيء، اذا بنقارن خلايا هون قارنا خلايا سرطانيه بخلايا هيلثي. طيب شو دخل هاي الصوره بموضوعنا؟ هلا في احنا عندنا مواد نحكي عنها انتي فلامنتوري. هاي الانتي فلامنتوري في هلا احنا عندنا برودكت وفي مصانع بتتصنع كابسولز تتاخذ. ممنوع نكتب انتي كوفيد 19، ما بصير، هي مش تارجت للكوفيد 19، بس بنقدر نحكي، وانا نشرت بهاي البيبر انه بنستعملها از انتي فلامنتوري اللي هي بقوي لنا المناعه. Effect of nanoparticles للجرين بابر بلانت، هذا تقريبا نفس الهاي، اهم شيء الكونسنتريشن. يعني هاي فقط لي از ريفرنس انه نشوف الكونسنتريشن. Effect of different nanomaterials نشوف هون، شفنا على صحه هاي المواد اللي احنا بنستعملها ومين اكثر وحده امانا. طبعا انا هلا بشتغل على المغنيسيوم اوكسايد، الهيدروكسايد استثنيته لانه البي اتش ما عجبتني، ما بدي انا ادخل على جسم الانسان شيء ياثر عليه. انا هلا بستعمل مشروعي بالام جي او المغنيسيوم اوكسايد نانو بارتكلز، وحصلت على دعم من مؤسسه عبد الحميد شومان بقيمه 20,000 دينار اردني، وبشتغل على هاي المواد النانويه.
conclusion, a green synthesis of nanoparticles in an eco-friendly and safer to environment compared to chemical method. أنا هاي بهمي أكثر شيء إنها eco-friendly وأكثر أمانا safer. Camomilla nobile اللي هو البابونج فلور اكستراكت found suitable for green synthesis للمغنيسيوم اوكسيد نانو بارتيكلز using XRD FTIR spectroscopy UV visible spectroscopy والSEM formed MgO نانو بارتيكلز. وهون يعني conclusion in general بالactivity biological synthesis nanooxide nanoparticles was found effective when evaluated against the GBA اللي هو احنا بنستعمله as reference. Finding of cytotoxic study against the human breast cancer cell line by MTT assay exposed that MD AGNBS. هذا اللي شرحته المرة الماضية قلت لكم الأمزي اللي هو المالاس دوميستيكا اللي هو ثمار التفاح. أنا استعملت بالاي جي ان بي اس ثمار التفاح، استعملت المغنيسيوم أوكسيد، استعملت نبات البابونج. فبنحكي إنه الام دي اي جي ان بي اس سيفير از بوتنشال أنتي كانسر دراج كومبيرد تو ذا ستاندرد دوكسوروبيسين. أيضا it shows those dependent antioxidant potential and antibacterial activity against various gram negative different gram strains للبكتيريا. والبيو اسي حددنا ال LC50 وحددنا المورتاليتي حددنا الكونسنتريشن الريزيديوز كانت تقريبا قريبه من الزيرو بصوره الاي دي اس فبالتالي ما بتاثر على صحتنا هاي الاملاح بتراكيز موصى بها بالمختبر وتاثيرها ايضا على الخصائص الفسيولوجيه recommendation since the tested nanomaterial are safer and more economical products. هلا حكينا عن ال safety هلا شوية نحكي عن الإيكونوميك هو ما بكلفنا كثير ما يعني احنا بنستعمل بس نباتات واملاح نحمل ونقدر او نوصل هاي المادة ما هي الماء الدراج بدنا نوصله بدنا نحمل اول الماده الاكتيف انجريدينت ونعملها كابسول اما اللي هو الجرين ميثود الطريقه الاولى او الطريقه الثانيه اللايبوسوم او الفايتوسوم يعني الاكتيف انجريدينت احنا بنحملها وبنعمل لها نانو كابسوليشن اللي هو جهاز السونيكيتر وبنوصلها للتارجت للمكان اللي بدنا اياه اللي هو جهاز السيميكيتر بيساعدنا لتصنيع هاي اللايبوسوم او الفايتوسوم. وبامكاننا نستعملها بالاي بي ام. بيقول لك مور ستدي بدنا دراسات هل تاثيرها على اللونجيفيتي والفيكنديتي اور فيرتيليتي. هلا الدراسات بتقول انه لما نيجي احنا نشخص الاكس ار دي معروف الاكس ار دي جهاز لازم احنا ما ندخل حدا عليه يكون المسؤول او مشرف المختبر هو اللي يشتغل وبعدين المكاتب ما تكون جنب هاي الاجهزه من كل فتره لفتره نعمل هل هناك اشعه في المختبرات او لا ضمن رينج معين وما نسمح للطلاب انهم يدخلوا او يكونوا متواجدين لساعات طويله، لازم المكاتب باماكن والمختبر بمكان منفصل عن هاي الاجهزه وبتكون دبل دور ويعني بيكون مش بس باب ومباشره على الجهاز حتى الجهاز تاع الاكس ار دي اللي بيطول لنا البيكس تاعت النانو بارتيكلز بيكون بغرفه يعني غير عن الروم بيكون بكونتينر او كابينت محاط او مغلق او يعني محمي حتى ما يصير عندنا راديشن وتاثير سلبي.
برضه further study are needed للإفكت للنانو بارتيكلز على الفسيولوجي وعلى الار او اس اللي هي رياكتيف اوكسجين سبيشيز والإنزيماتيك اند نون إنزيماتيك اكتيفيتي والإكسبريشن للكروموسومال للجي بي اي. هلا ال future prospects since the tested nanomaterial proved to be potential epicidal antimicrobial and anti-cancer activity, commercial formulation are needed after acute chronic and environmental study. هلا احنا هنا في امريكا بلشوا يشتغلوا هذا الشغل، لكن بالاردن ما في عنا زي قوانين انه نشتغل بالنانو بارتيكلز او نصنع. هلا احنا مسموح لنا بالاردن نجيب هاي المادة، ولكن اوكي احنا بنصنعها لاغراض البحثية، لكن ان شاء الله لقدام انه نقدر نصنع ونقدر نصدر لبرا، وان شاء الله تسجيلات براءة اختراع في الطريق ان شاء الله، والpublication and conferences اي حدا بده بيبر منشورين على ريسيرش جيت ألاق وغيدان الي وللفريق البحثي، واي شيء بدكم اياه انا جاهزه. هي الجرين سينثيسيس للاي جي ان بي اس للام سي اس 7، وبرضه في للكوفيد 19 ان شاء الله الدكتوره فاطمه راح تشرح عن المانجمنت لهاي الادويه. وشكرا جزيلا. شكرا دكتورة علاء على المحاضرة الجميلة والشرح يعني simple to the point. وتحية مرة أخرى من جمهورية مصر العربية المملكة الأردنية، حقيقي شرفتنا في الدكتورة اللي فاتت كان رائع وبنرده أكثر من رائع. وشكرا على الشرح الجميل دوت، وإن شاء الله تبقي معانا في ويبينار الثانية. شكرا لسؤال حضرتك. دلوقتي إحنا هنبتدي على الجزء الثاني من الويبينار مع دكتورة فاطمة يوسف غيدان. انا دلوقتي هنعمل شير سكرين يا واحده. تفضل دكتورة فاطمة شريف سليم. انا عارف دلوقتي، اسمحوا لي اعرف الدكتوره فاطمه مره ثانيه. دكتوره فاطمه يوسف غيدان، هيد اوف كواليتي اند ميديكيشن سيفتي يونت كينج عبد الله ميديكال سيتي مكه سعودي اريبيا. ودكتوره فاطمه حاصله على البورد الامريكي في سلامه الغذاء من جونز هابكن، سلامه دوائيه من جونز هابكن. نورتينا دكتوره فاطمه في الويبينار، واهلا وسهلا بيكي واهلا باهل السعوديه كلهم. تفضلي. الله يسعدك، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني اشكرك على الاستضافه. ثانك يو فيري ماتش فور يعني فور يور انفيتيشن. يعني متشرف اني اكون بارت اوف يعني ذيس اكتيفيتي. فان شاء الله اليوم نحكي عن الميديكيشن سيفتي اند هيلث كير كواليتي ابديت ديورينج الكوفيد 19. And this is our publication regarding the COVID-19. هاي publication زي ما تفضلت الدكتورة علاء غيطان على sharing this
article and this research, a multidisciplinary from Jordan and from Saudi Arabia. Also, we have also investigator from India and also from India. So this is a great effort we did this during the COVID-19 with a title Global Impact and the Clinical Management of Severe Respiratory Syndrome in COVID-19. We talk about this one regarding the pharmacotherapy and pharmacy management. Also, there is a part for nanotechnology and there is a part for herbal medicine, and also about the using of herbal and nanotechnology. This is the part of pharmaceutical treatment, and we depend on information from literature review, all the literature review regarding COVID-19, and we take the most important medication that's used in COVID-19. This is my article, and this is my published research regarding medication safety updates during the COVID-19. We talk about what is the update of medication safety. In this research, we participate in Paris, France. We talk about what is the update regarding medication safety during the COVID-19. And this is our published research. You can find it in ResearchGate and also in Google and see also, this is another publication. This is my participation in Switzerland, talking about medication safety during COVID-19. And you can see this article in Google. Now we will talk about medication safety and healthcare equality during the COVID-19. As we know, the COVID pandemic and the response of healthcare system initiate some challenges associated with some medication shortage and need changes on the medication management workflow. During the COVID-19, there is some challenges for healthcare, some challenges regarding and workflow. There is a new workflow for COVID-19. And this is also a new practice initiated for medication management system. Some of these challenges, the medication shortage for some areas, and also there is a consumable shortage for BBA that used also some consumable use aseptic technique. There is a lot of countries they have shortage of this market. So, in medication safety, the workflow it is updated depends on the process and the new status. And what we really have from this situation, we initiate a new workflow for the medication management system. As you know, there is a limited storage area, and there is a limited availability of BBE. And as we know, there is a lot of country can not have, for example, country shortage of masks, shortage of aseptic technique, alcohol 70%, isopropyl alcohol. هذا أثر not only يعني على country واحدة على عدة دول وهذا كان بده تحدي صراحة إنه كيف نقدر إنه to use يعني هاي limited sources نفس الوقت إنه we can protect the staff, we can protect the transmission of corona disease. Medication safety and the prevention of medication error. All the time we're talking about the medication error. Even in the corona,
لازم نعمل prevention للmedication errors. لازم تكون our priority for safety concern for pharmacists, healthcare providers when treating the patients across care settings. As you know, يعني medication errors هي ليست يعني شيء حديث ولد فقط عشان COVID-19 or reporting of medication errors بس عشان اللي هي COVID-19. احنا بنعرف دائما according to اي standard حتى يعني joint commission standard او سباق standard كله بيحط medication errors medication errors as essential standard requirement for any organization essential safety requirement for any organization يعني اي organization لازم يكون فيها multidisciplinary policy and procedure for medication errors في كورونا او بدون كورونا يعني مش بس الكوفيد 19 هي لازم يكون multidisciplinary for medication error for investigation and recommendation and performance improvement project for this medication error in every time and every step. So as you know any organization لازم يكون فيها medication error policy and the procedure. What's the meaning of multidisciplinary? That means all involved departments that use medication and there is a source of medication error shall be participate in this medication error policy and shall be approved by pharmacy and quality committee and medication safety subcommittee if available. All involved departments shall participate in this policy from nursing, from medical team, from pharmacy, all the disciplines that are dealing with medication and the medication error it is possible. So medication error is a broad term that used to describe a number of more specific events that may cause or lead inappropriate medication use or patient harm. This includes patient recipient of incorrect prescription, incorrect dose, incorrect. And we know that medication error, happens to prescribing error, happens to dispensing, happens to storage error, with administering and monitoring errors. Or any organization can depend on a lot of reference talking about medication error. One of these references here is ASH. ASH, the ASH statement for medication error. You can extract this policy and take a lot of information from ASH statements from the medication error. كمان بإمكاننا نستخدم الستاندرد اللي هي كمان الجوينت كوميشن ستاندرد وعندنا كمان السباهي ستاندرد كمان في عندنا الـ NERB والـ NCCB as a reference for medication error as a reporting as a regulation of medication. احنا بنعرف كمان محل اهتمامنا medication safety and healthcare quality فالميديكيشن ايرور غير بس البوليسي والبروسيجر هي تطبيقها لازم يكون في عندنا سيستم فور ريبورتينج لازم يكون سيف نان بيونيتيف الجست كلتشر موجود فيها بنفس الوقت انه بنفس الوقت يكون في عندك جست كلتشر وهذا السيستم يكون مثلا حقيقه الستاف انه يكون انونيمس ريبورتينج اف نيدد يعني ما حدا يعرف من اللي عمل الريبورتينج هذا السيفتي كلتشر بتشجع الناس انهم يعملوا ريبورتينج فور ميديكيشن ايرور من الميديكيشن ايرور بنعمل انفستيجيشن وبنعمل ريكومنديشن فور امبروفمنت تناقش في لجان كلجان الفارماسي اند ثيرابيتيك كوميتي وبعدها تطلع ريكومنديشن فور هاير ادمنستريشن فور امبروفمنت This is annually. Annually shall be take in consideration the report of medication error and what is the needed recommendation and resources to improve the medication management system.
طبعا اوتوماتيك ديستانسينج ديفايس. هلا احنا بدنا نحكي عن الاشياء اللي تطورت خلال كورونا. يعني احنا عندنا ديستانسينج ستيشن، عندنا سكريبت برو مثلا في اي اورجنايزيشن عندها كثير اوتوماتيك ديستانسينج ديفايس. لكن هلا هاي الاوتوماتيك ديستانسينج ديفايس موجود في عند بعضها اسمها ديكسس ميديكيشن، وهي موجوده في كل البوردات. الناس بتاخذ منها الميديكيشن بير بريسكرايب اوردر اند فيريفايد باي فارماسي اكسبتد باي ذا سيستم. بعدين انه بياخذوا هاي الميديكيشن فروم ذيس اوتوماتيك ديستانسينج ديفايس. طيب ذيس از فروم كوفيد 19 اور نون كوفيد 19، وات از ذا ديفرنس؟ هلا الاوتوماتيك ديسبنسينج ديفايس، اول اوتوماتيك ديسبنسينج ديفايس ذي الفينجر برينت. الفينجر برينت ذيس الفينجر برينت اي كان سي كوميونيكيشن ذيس انذر بيرسون كان اولسو ويتنس ماي ريموفال ويتنس ماي ميديكيشن سو اور اي كان تيك ميديكيشن اند اي يوز ماي فينجر برينت وراح استخدم البصمه في ريموفال اوف ميديكيشن. يجي الطرف الثاني راح يستخدم البصمة and removal of medication. According to the ISMB هذا transmission of disease. What is the recommendation? هي recommendation موجودة قبل كورونا لكن إحنا قبل COVID-19 لكن كمان they strict on COVID-19 and talking about the hand hygiene before using and after touching the machine. So this is the importance of using of hand hygiene before and after touching the machine. Also, there is another recommendation from ISMB in the Institute of Safe Medication Practice. And the Institute of Safe Medication Practice has come on. إنه بإنسان نعطل الفينجربرينت ونحلي اللي هي ريتينال سكانينج يعني هي بصمة العين. فبالتالي ما في داعي نستخدم البصمة وبالتالي بقلل الترانزميشن اوف ديزيز. يعني في كثير من الاورجنايزيشن استخدمتها وبالتالي فعلا هي قلل الترانزميشن لانه هو عن طريق العين من خلال بصمة العين بامكانهم يفتحوا الاوتوماتيك ديسنسنج ديفايس ونو نيد فور فينجر برينت وما في داعي للي هي الخوف من الترانزميشن اوف ديزيز. بس في بعض الأورجانيزيشن ما قدرت تفعلها بدها برشيزين بدها فلوس بدها باور بدها وقت بدها فبضل دائما إنه we can use the fingerprint with using hand hygiene before and after touching the machine. طيب automatic dispensing device we can use the gloves. يعني they can use the gloves when they are dealing with this machine. But what about the fingerprints? They cannot make fingerprints with using the gloves. But we can clean when we are handle the medication inside this machine, automatic dispensing device. We can discard the gloves before we are dealing with some. كان اوريتورز طبعا احنا مش مشكان اوتوماتيك ديسنسنج ديفايس بنحكي على الهاند هايجين بيفور وافتر ولازم نعمل هاند هايجين ولازم ريموفال للجلوف واذا في عندنا ريتينال ابلكيشن نعملها. بس هي نفس الاستورات اللي موجود الابلكيشن روم اللي فيها اصلا الاوتوماتيك ديسنسنج ديفايس لازم تكون مجهزه يعني لازم يكون فيها عجل بالالكوهول هي نستخدمها للإكسس تكنيك. يعني هي من البديهة إنه يكون في عنا إكسس تكنيك نفس الوقت عنا أنتيسبتك عنا اللي هي ديس إنفكتانت اللي إحنا نستخدمها لا إلحان هاج. طيب احنا حكينا عن الاوتوماتيك ديسبنسنج ديفايس وحكينا انه لازم نحكمها سياسات واجراءات. هل سياسات الاجراءات
هي نفذت قبل COVID-19 هي اعتمدت الاستنسل ديفايس موجود ان اورجنايزيشن لازم نحطها بوليسي عند البروسيجر بوليسي عند البروسيجر فور هاو وي كان لود ذيس اوتوماتيك ديستنسل ديفايس how we can use the barcoding system for the patient safety, how we can unload the medication if not needed, how we can make an override facility in this automatic distancing device. So all of these, all organizations shall have a policy and the decision talking about the automatic distancing device and how we need to refill, how we can make a recording system, how we can make an unload for this medication, how we can give a privilege, who has a privilege to access this automatic distancing device, how we can activate the fingerprint. All of these that we have in our policy and the procedure. يعني تحكمنا. بس في عهد COVID-19 نضاف عليها the importance of the workflow and how we can deal and decrease the infection and the transmission of infection through use hand hygiene. والله زي ما حكينا في البداية يعني إحنا بنحكي على hand hygiene. وسام كانتري كان عندها ال antiseptic technique أو antiseptic أو يجرب الكحول كان عندهم شورتج كيف يتعاملوا مع الموضوع يا انهم ركبوا اللي هي الريتينال بصمه العين او انهم استخدموا ديكلوف بس هي ما بتفيدنا كثير في حالته او استخدام يعني انتيسيبتيك الترناتيف اند ذي هاف سوتش الترناتيف for such antiseptic medication. طيب نحكي عن ريكير. طيب احنا بنحكي عن عهد في ريكير ميديكيشن before COVID-19. We know that the medication is prepared even prepared in IV rooms او انها prepared يعني prepared عادي as a unit dose. إذا prepared and sent to the department or nursing station and they didn't يعني give you this medication discontinue this medication they can be cured. What about corona? What about COVID-19? We can return from COVID area. We can return from COVID area any medication from there. So look for organization make a statement for guidance, يعني they guide others what they can do in case of repair medication during COVID. As usual, there is a policy and the procedure to think about returning medication. Some of organizations, they return medication, not exceeding 12 hours. And if it is IV medication, shall be returned immediately if needed to be recycled for another patient. I thought about COVID-19 and how we can return it to pharmacy. And there is a source of transmission. So what is the ISMB talking about? There's a statement from ISMB talking about how we can return medication and minimize the risk of contamination, the medication that already removed from automatic dispensing device should not be returned to the specific bin or bucket from which they came. يعني we cannot نرجع الأدوية ما نقدر نرجع الأدوية أخذناها من automatic dispensing device ونرجعها على automatic dispensing device إنه في source of contamination. هذا حدث فيه the effect of safe medication practice. Also secured one-way return bin shall be used for returning non-administered medication to the pharmacy, including control substance. عندنا خيارين. إذا كان by using the fixed medication or automatic dispensing device بهاي الحالة ما بنقدر نرجعها على automatic dispensing device.
ليش؟ لأنه هذا transmission of disease COVID-19 virus. الفيروس حسب الستدي بضل 3 أيام على الميديكيشن تقريبا، بضل تعيش 3 أيام عايش على الأسطح. فبالتالي كيف نرجعه على الأوتوماتيك سنسري ديفايس وإحنا مش متأكدين هو transmitted that disease ولا لا؟ فهو source of infection، وبالتالي do not return any medication to automatic sensing device. This is the first recommendation. The second recommendation اللي هي يكون عندنا بوكس، هذا البوكس سكيورت وتحط فيه النيرسينج او الميديكيشن الموجوده في الديبارتمنت في هذا البوكس سكيورت، بحيث انه يضل 3 أيام وبعدين تبي ريكير للوين تبي ريكير للفارماسي. طيب فكانت بمعنى انه ما نرجع على الفارماسي دايركتلي، يا بنخلي 3 أيام داخل البوكس بعدين بيطلعون بعد 3 أيام بتأكد انه الفيروس راح وبعدين بإمكان ريسايكل اوبتيكيشن. طيب what about the medication delivery system؟ هلا احنا في اشي كرياتيف طلع، اشي جديد طلع، الميديكيشن سيفتي ديرينج الكوفيد 19. طبعا كوفيد 19 في اشياء كثير اشياء كنا فاكرين انها ما راح تصير او انها بعيده المنام، لكن صارت وتحققت، منها اللي هي الميديكيشن ديليفري سيستم. طبعا هلا الميديكيشن ديليفري سيستم انه عشان الكراودنس وعدد البيشنتس ما يكونوا كلهم متجمعين في نفس المكان وهم هم بيسلموا الأدوية، في كرياتيفيتي اند انيشيتي يعني انوفيشن طلعت وكانت في أصلاً مجرحة سعودي أريبي اللي هي صراحة providing great effort by keeping patients in safe at home and providing them the needed medication by mail delivery system as well as by offering continuous counseling remotely during COVID-19. هذه هي قصة صراحة بعتبرها قصة نجاح، بحيث انه كانت قصة ناجحة تجربة ناجحة، يعني بحيث انه البيشنت ما في داعي انه يجي على الصيدلية ويأخذ أدوية، الأدوية توصل عنده بعد الفيريفيكيشن للفارماسي عارف الفيزيشن تعملها بسكرايبينج، الفارماسي تحقق فيها حسب السياسات والإجراءات بعد الفيريفيكيشن للأوردر حسب الستاندرد ريكويرمنت اوف فيريفيكيشن، وبعدينها بصير عملية البريبريشن، بعد البريبريشن ديسنسينج. هلا ديسنسينج عن طريق الميل ديليفري سيستم، كيف الميل ديليفري سيستم متحقق من الوصفة في دبل تشيك وبعدين توصل للبيشنت عن طريق الميل ديليفري سيستم. طيب احنا كيف بدنا نوصل للبيشنت عن طريق الميل؟ What about education؟ Yes. Also there is an initiative talking about continuous counseling remotely. يعني even احنا بنوصل الأدوية عن طريق الديليفري سيستم، بس كمان في counseling للبيشنت remotely اللي هي during COVID-19. طبعا جهود رائعة وجهود يعني تحق يعني تستحق التقدير من الأطباء والصيادلة، بحيث إنه كمان الطبيب كان بارت من هذا الكونسلينج، يعني الطبيب نفسه بتأكد التحقق وبتأكد عن طريق الكونسلينج ريموتلي إنه patient how he can take his medication، كيف التكامل في مرحلة أخذ الدواء. كمان الفارماسي هم يعني big role في حالة counseling and this is initiated by pharmacy to counsel the patient even if it's gone. طبعا medication delivery system كثير organization فعلت سياسات وإجراءات
ما كانت موجودة عندنا هذول الشيء. بعد البوليس طبقوها، بعد التطبيق شافوا إنه في أشياء تحتاج إلى تعديل، رجعوا عدلوها، ضبطوا الورك فلو تكون 100% fit for application. احنا هنا نحكي عن medication safety and healthcare quality update during the COVID-19. There is recommendation about witnessing of some medication. They high alert medication. High alert medication يعني بنعرف اول اشي ما تعرف ال high alert medication. كان during the COVID or before and after COVID-19. And documentation of witnessing, it is very important. Independent double check is very important. During COVID-19, this is a standard. We cannot have this standard and we cannot become below. For example, high alert medication and independent double check. Independent double check is during distancing. Sometimes you will feel that it will be transmitted disease. No. But the importance of independent double check is more benefit because you can make hand hygiene, you can wear a glove mask, so or wear a gloves. So the independent double check still it is our priority in high alert medication. So the list of high alert medication shall be updated annually. And there is a witness for high alert medication. Independent double check by another practitioner must be when removing certain facility defined as high alert medication from any profiled automatic dispensing device or via override. رامي انت سامعني؟ ايوه معاك يا دكتورة فاطمة. ايوه طيب حالي كده خلاص المحاضرة ولا عايز لا 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 ما خلاص لا لسه باقي ضايل كتير. طيب احنا حكينا عن الهاي اليرت ميديكيشن الهاي اليرت ميديكيشن لسه من تيننج الاسيف براكتس ومن تيننج الاشياء اللي لازم نعملها الميديكيشن ديليفري سيستم من تيننج سيف براكتس. طبعا الهاي اليرت ميديكيشن احنا عرفنا انه ذير از مالتي ديسيبلينري بوليسي اند بروسيجر. ذيس بوليسي ماست بي مالتي ديسيبلينري must be approved by Pharmacy and Therapeutic Quality Committee. The list shall be updated annually. Even in any situation shall be updated annually, shall be posted in every department. All staff shall be aware about the high alert indication safety strategy. كيف نعمل education؟ نعمل عن طريق virtual meeting. ما بمنعنا ان نعمل education. Education موجود. فبالتالي الإدوكيشن لازم يكون موجود بفترة كورونا أو COVID-19 أو مو فترة COVID-19. المهم إنه هذا السيستم يظل ناشئ. الإندبندنت دبل تشيك في during the dispensing and independent double check during the administration shall be conducted. وبالتالي safety strategy تطبق في حالة COVID-19 ولا يجب أن يتهاون فيها. يعني بالكورونا بالكوفيد-19 لازم يكون independent double check for medication administration and independent double check for medication dispensing, and this is standard requirement for SIBAHI and for the organization control commission. So what about the override? We know that there is a profiled medication, any profiled medication via override. الاوفررايدر اللي هي تم الاوفررايدنج للفارماسي فيريفيكيشن. هاي الفارماسي فيريفيكيشن
يعني استخدموها كثير في حالة الكوفيد 19. في بعض الريكومنديشنز تحكي انه احنا لازم نقلل من override removal. وبعض الأورجانيزيشن لاحظت انه الناس صار تاخذ override اكثر من المعتاد. واحدة من الريكومنديشن انه نقلل override medication. السيفتي استراتيجي فور هاي اليرت ميديكيشن حكينا الناس لازم ابديت الليست اوف هاي اليرت ميديكيشن شال بي ابروف باي فارماسي انتراكتي كوميتي اند مالتي ديسيبلينري اول النيرسينج الفارماسي ميديكال دايركتور اول ديسيبلين الليست لازم تكون ابديت موجوده على كل ميديكيشن روم ولازم ترانزمت فور ايفريبادي وحكينا الاديوكيشن والتريننج لازم يكون ابديت ريتشوالتي. طبعا الاندبندنت دبل تشيك حكينا باستخدام البصمه وبالتالي البصمه بتضلها موجوده يعني البصمه او بصمه العين كانوا يفعلوها فالبصمه بتضلها اندبندنت دبل تشيك فور الالتيميتينج فور هاي اليفيكيشن بس بامكاننا نعمل اللي هي بامكاننا نعمل هاند هايجين بيفور تشينج اند افتر تشينج وبالتالي لبس الماسك عشان لا نحكي انه في ترانزيشن. طبعا الستاندرد كونسنتريشن جايد لاين لازم يصير له ابديت انولي لازم يكون له ابروف باي فارماسي انتراكتي كوميتي كثير احتاجوا ديبارتمنت فور ستاندرد كونسنتريشن هاو تو بريبير انه سم تايم ذي نيد تو تيك ميديكيشن از اوفر رايت فور امرجنسي اند ارجنسي سيتويشن. طيب وات اباوت الهيدروكسيكلوروكوين؟ هيدروكسيكلوروكوين ذير از ا سيفتي ايشو ريجاردينج الهيدروكسيكلوروكوين تيوزت بفترة معينة في الـ COVID-19 وكان effective بس في بعديها صار في عنا اللي هي incidence of QT interval prolongation وكان فيها abnormal heart rate and dangerous rapid heart rate which falls ventricular tachycardia. طبعا هاي اللي صار في عنا ventricular tachycardia هاي increased the risk when combined with other medications زي مين المديكيشن الأفضل زي الأزيثروميتين فكان الأزيثروميتين من كومبايد و الهيدروكسيكلوروكوين كان معتمد يعني على أساس أن الأزيثروميتين أزا تريتمنت فشافوا أن الهيدروكسيكلوروكوين أو كلوروكوين من كومبايد و الأزيثروميتين كان يعطينا الهارت بدم QT interval prolongation وبالتالي يطلع عليها safety issue إنه دولاتي وبالتالي يعني أنا limitation مش تناسيوز بس حكوا إنه this is في restriction we have to follow في حالة استخدام الهيدروكسيكلوروكوين. اللي عندهم kidney disease واللي عندهم heart are likely to be increased risk of this heart problem when receiving of this medication. طيب إحنا هنا patient on medication. لما نحكي على البيشنت اون ميديكيشن نحكي انه من زمان احنا بنستخدم البيشنت اون ميديكيشن وتحكمها سياسات واجراءات ويحكمها ستاندرد والبيشنت اون ميديكيشن يعني سياساتها في ستاندرد كان ستاندرد الاستراليان كنديان في عندك ستاندرد اللي هو جيمس كوميشن اند سباهي كله بيحكي على البيشنت اون ميديكيشن. طب شو اللي تغير في حاله الكوفيد 19 يعني احنا نحكي لازم يكون في عندنا patient on medication policy and procedure لازم تكون multidisciplinary and shall be implemented كله موجود لكن في اشياء يعني كانت اضيفت في ذكاء يعني اضيفت بحيث انه يظل في عندنا patient on medication في حالة عدم وجود البديل في حالة عدم وجود alternative medication out of stock لا يوجد formulary يغطي هذا الدواء نستخدم لكن ما بننزله على الفارماسي كما كان في الأول بضل يحفظ في عند النيرسينج ستيشن ويعطى إلى المريض عن طريق النيرسينج. This is a recommendation from ISM and this is updated في 2020 بحيث إنه تقلل transmission for patient on medication.
طيب ايش الاشياء كمان في الاستراتيجي انضافت على البيشنت اون ميديكيشن؟ حكينا اف سيلف ادمنستر از نوت بوسيبل، وعاده الاورجنايزيشن ما بتحدد السيلف ادمنستريشن، واذا حددت السيلف ادمنستريشن لازم يحكمها في اسحاق واجراءات. لكن اذا كان ولا بد انه يوصل از بيشنت اون ميديكيشن، هاي عن طريق النيرسي او عن طريق النيرسينج هي اللي هاندل اول بيشنت اون ميديكيشن. So what about the opioid over-prescribing during the COVID-19 pandemic? طيب احنا في عندنا الـ opioid over-prescribing، لاحظوا في عام 2020 انه في عندنا 81 ألف drug overdoses in 12 months. هاي حسب دراسة CDC، يعني CDC كمنظمة عالمية تعطيك هذا الرقم، فهو رقم كبير. 81 ألف drug overdose كان خلال 12 مانت، هذا قبل كورونا، لحد 2020 هاي الدراسة طلعتها الـ CDC. وبعدين بتحكي انه بعهد الـ COVID-19 ما زال الـ overdose اللي هي drug overdose مستمرة في الـ COVID-19. One of the recommendation we have to prevent or decrease الـ opioid over-prescribing during the COVID-19. What about the medication adherence? بالسالفة احنا بنحكي عن medication adherence before and after. عندنا مشكلة في medication adherence لكبار السن، الناس اللي معهم chronic disease بيكون عندهم مشكلة انه adhere للmedication. مرات ينسوا، مرات بيشكي انها باخذ 3 مرات في اليوم، والله يعني خلص زهقت كثير احكي هيك الليشن، بس بضل الانكوريجمنت موجود عن طريق الفيزيشن فارماسي بالكونسلنج. وي كان امبروف الميديكيشن ادهيرنس، وبعد كوفيد 19 شافوا انه الادهيرنس في بعض الكونتري قلت، وبالتالي لساتنا احنا ستيك للبوينت فور امبروفينج ميديكيشن ادهيرنس. طيب احنا ايش اللي طورناه في الكوفيد 19؟ ايش اللي استفدنا من الانفلونزا فاكسين؟ استفدنا ان الكامبين اللي كنا نعمله الانفلونزا فاكسين كثير ساعدنا في الكامبين تبع الكوفيد 19، استفدنا من التجارب، استفدنا من الاشياء اللي عملناها، وبالتالي احنا الاشياء اللي استفدناها في الانفلونزا فاكسين از كامبين رحنا كمان طبقناها في الكوفيد 19 وشفناها انها كثير فعالة. منها الزيز درج رياكشن، يعني احنا لما ناخذ الانفلونزا فاكسين اول ذا تايم بتقول لك روح اعمل ريبورتنج في التيقظ ادفيرس دراج رياكشن وات اف يو هاف اني سيمبتوم، وهذا ما طبقت في كوفيد 19. كوفيد 19 اول ما تاخذ الجرعه بيجي لك ريبورت بيحكي لك يو هاف تو نو وات از ذا ادفيرس دراج رياكشن بيفور and after, and if you have any COVID-19 symptom for advanced drug reaction, you have to report. And this is what all the time we are learned from the adverse drug reaction that reports to the authority for this. What about the medication reconciliation? إحنا medication reconciliation هي essential safety requirement في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي متطلب من متطلبات السلامة الضرورية في سلاحي اللي هو الستاندرد الوطني في المملكة العربية السعودية اللي هو National Accreditation، also the Joint Commission Standard of Reconciliation احنا بنحكي عنها essential safety requirement. نعرف إنه reconciliation بيصير إما بيصير عندك مرحلة اللي هي admission ومرحلة transfer ومرحلة discharge، وكل الثلاثة هذول اللي تفندك reconciliation. أهمية reconciliation إنه ما يصير في عندك discrepancy، بالتالي ما ننسى أي دواء، ما ننسى أي دوز لأي patient، وبالتالي how we can make intention reconciliation during COVID-19 it is the same. كثير ناس طبقوا اللي هي السيستم، السيستم فور ميديكيشن ريكونسيليشن صار كثير سهل، ما فيها اوراق ما فيها مانوال. هلا بعض الاورجنايزيشن
يعني أول شيء لازم يكون في policy للمستشفى الكونسليشن. أي policy لازم تذكر فيها admission وtransmission, transmission of care, transfer, كمان discharge. وفي حسب الاش لازم يكون فعلا ambulatory care. طيب هاي ترى هاي الأشياء كيف بدنا نعملها بحيث إنه ما ننسى ولا دور المريض حيث الادمشن, نفس الوقت إنه إحنا تعاملنا مع patient on medication منقل transmission of disease, تعاملنا مع البيبر transmission of disease. إيش إحنا بدنا نعمل حتى ما نعمل reconciliation وما ننسى قضية المريض ويكون كله transmission of care كله يكون perfect وما في ديسكريبانسي, انه نعمل ريكونسيليشن فلو هيلث انفورميشن سيستم اللي هي الـ HIS سيستم. فعلا very successful story وصلت لحد 98% في الميديكيشن ريكونسيليشن فلو ادمشن ديسيجن والفارماسي كانوا بارت كثير يعني ناجح في عملية الريكونسيليشن. بس الفيزيشن كان بيسأل عن الهيستوري للبيشن, يروح عليه يشتري ايش الأدوية اللي ياخذها المريض قبل ما يدخل. هي كانت ليست, هاي الليست تعبى في الهيلث انفورميشن سيستم, وبالتالي بعد ما يعبيها الدكتور في الهيلث انفورميشن سيستم, did you want to order it? If yes, they will order all of these medication. If he wants to change the dose, duration, he makes therapeutic interchangeable, he cannot make, and after that he will make order. هلا بعض الفيزيشن he make history and he decides how to order ايش اللي يعمله الروتين, if clinically needed or not. بعدين في عندنا مرحلة الفارماسي. الفارماسي بتطلع على الليست order بتشوفوا الليست للبيشنت شو دخل على ايش هي الادوية اللي كان ياخذها قبل ما يجي المستشفى وبقالتها. If there is discrepancy, رح يحكي مع الطبيب في medication to decrease the dose and this. طبعا احنا معانا وقت اخرامي دكتور رامي. ايوه دكتوره فاطمه, يعني معانا وقت كمان احكي. تفضلي الوقت معك, الوقت مفتوح. تفضلي. ماشي. هلا وات الميديكيشن ريجاردينج النايش والهازاردس دراج ان هيلث كير. طبعا نعرف ان الهازاردس دراج ميديكيشن لازم اي اورجانيزيشن يكون في عندها ليست اوف هازاردس ميديكيشن. هاي الليست لازم تكون updated annually نعتمد فيها على formulary of hospital وبنأخذ الريفرنس عادة for hazardous نستخدم النوعش. النوعش فيه له تحديثات, عام 2016 عمل تحديث ورجع عام 2018 عمل تحديث, بال2020 عمل تحديث. فهلأ تحديث ال2020 الorganization أني organization لازم تعمل أقدار الهزافنس ليس أني, وبالتالي الاعتماد مش يكون على الليس 27 تقمدية الهزافنس. طبعاً النوجدة معتقد الهزافنس ليس حقت الفيتوتوكسيك بارت كيموثيرابي بارت. طيب إيش كمان جروب 1 و 2 و 3. على الجروبات في إشي اسمه كان كارسينوجينيك, وفي إشي تيراتوجينيك, وفي إشي إيش كارسينوجينيك تيراتوجينيك وكمان كارسينوجينيك تيراتوجينيسيتي وكمان إيش المهم في جروب كمان ثالث اللي هو تبع كيموثيرابيتيك إيجنت اللي هو سايتوتوكسيك. طيب هاي الجروبات اللي حطتها نوعش كل organization تعتمد عليها, وبالتالي في 2020 هي نزلة update على list of hazardous medication. ما كان hazardous medication
لازم نحكمها سياسات وإجراءات تكون مثل لازم نستطيع تدعوني لازم يكون تعتمد على ستاندرد، هذا ستاندرد عالمي وإنترنال لازم يعتمد فيها كمان المعايير الوطنية، معايير الوطنية للسلام الدولي. هذه المعايير يؤخذ عين الاعتبار في الحساب والسكرة بحيث أنه في معايير تحكي انه لازم يكون هدف communication كان ايلي confidential، لازم يكون عندنا secure separated from another medication، لازم يكون في عندنا clinical toolkit في كل area في هدف السبب، لازم يكون staff trained على الهدف السبب communication وهزاردس how to use the toolkit، لازم material safety data sheet تكون available مكان accessible to all healthcare providers بحيث انه ما تكون manual بس manual لازم يكون manual بحيث الشدات في لازم يكون material safety data sheet حاليا نسموها safety data sheet بيستخدموها وبيحطوها في مكان بحيث يكون accessible for everybody وفي ناس بيحطوها على group box بحيث يكون everybody can access this material safety data sheet بحيث اللي يتبل can manage about the policy and the procedure for the service. طيب حكينا عنها انه في تحديث عام 2020 وتحقيق احد الكوفيد-19 اكيد في ادوية انضافت الها، حكينا انه في ادوية كانت ثيرابي جينيك انضافت، ادوية كارسينا جينيك انضافت، كانت اشي ميتيشن شي توكسيك، كلها هاي تم إضافتها في تحديثها لعام 2020. طيب احنا حكينا على الأوفررايد ميديكيشن، حكينا ان الأوفررايد ميديكيشن كثير ناس صاروا في العهد الموجود في وقت ديورين COVID-19 صار يعتمدوا على الأوفررايد كثير، ليش ما في عندك emergency و urgency situation وبدنا fast accessing of medication. أوفررايد medication هي مهمة جدا، مهمة بحيث إنه يكون في حالة emergency و urgency situation، لكن في بعض الدول لاحظت إنه زادت هاي overriding or using automatic assistance device خلال COVID-19 وبالتالي معنى overriding معناها verification للفارماسي، ما في verification لأنه هي physician في حالة physician order والنيرسي بتعمل verification في حالة emergency and urgent situation وشافوا بعض organization العالمية إنه في زاد استهلاك للأوفررايد ميديكيشن. إيش كانت الريكومنديشن؟ كانت الريكومنديشن تأكد بس الأوفررايد رجع على الهابت القديمة إنه limit الأكسس للأوفررايد مو دائما نعتمد عليها إلا في مرحلة كان فعلا emergency and urgency situation. طبعا الأوفررايد ميديكيشن لازم تكون معتمدة من صيدلة من لجنة الصيدلة والعلاجيات اللي هي فارماسي انفيرالي تكنولوجي، هاي دائما في عليها تحديث ليش؟ انه في بعض الديبارتمنت يشتري لك هذا الدواء انا ما بحتاجه بالاوفر، لا بتشتري لك لا انا بدي اضيف هذا الدواء لانه ذيس ميديكيشن نيدد في حاله الامرجنسي والارجنسي اي كانت ويت سو اي ونت تو تيك سو This is one of the recommendations to limit and stop the risk for overuse override medication. حكينا عن double check doses for high alert medication. حكينا إنه high alert medication. The high alert medication يعني COVID-19 إحنا ما تهمنا في الـ high alert. الكوفيد-19 ظل الهاي أليرت ميديكيشن سيف سيكيور ريستريكت الأكسس، لازم نظام ليبل، لازم نستعمل ستاندرد كونسلتيشن، لازم الستاندرد أبديت، لازم الليست أبديت،
لازم الهاي اليرت نوتيفيكيشن ستاندرد كونسنتريشن تريننج عليه، حتى لما يصير ابديتنج لازم ستاندرد كونسنتريشن نعمل له ابديت، ولازم يصير على ثاني التريننج. لا نمنع التريننج على الكوفيد 19 الا هلا فيرتشوال ميتنج، وي كان دو ذا تريننج ديورينج فيرتشوال ميتنج. سو اول ذا سيفتي استراتيجي فور هاي اليرت نوتيفيكيشن shall be يعني obtained in all يعني في كل زمان في كل مكان. وبالتالي يشمل ما زلنا ISMB recommendation، وكل المنظمات العالمية بتشكي إنه ال high alert medication look alike sound alike و hazardous medication والmedication error، هذول الثلاثة لازم يضعهم continuous monitoring during COVID أو بأي زمان أو بأي مكان. A new sentinel event alert highlight risk of direct oral anticoagulant. هلا ليش ركزوا على الانتيكواجولانت خاصة الوافرين؟ هلا الوافرين نحتاج لأن نعمل INR level في COVID-19 ما زال الINR لازم يظل under monitoring، وبالتالي المنظمات العالمية كلها تشكي الوافرين الأورال أنتيكواجولانت عند الINR لازم يظل ينعمل ريجولرلي، ولازم يكون في كلينيك اسمها أنتيكواجولاشن كلينيك. هاي الكلينيك كانت تقدم فيرتشوال أو كانت تقدم السيرفيس يعني البيشن تيجي، بس أهم شيء لا ننسى الINR ليفل إن البيشن تبع الوافرين الدوز بتعتمد على الINR متغيرة. فبهاي الحالة لازم نتأكد إن أي بيشن ماشى على الوافرين وذي فولو الهيم مونيتورينج فور الINR ليفل. طيب هلا احنا كتير حكينا عن medication safety. طبعا medication safety والquality بيصبوا ببعض، يعني بالاخر انت لما تحسن medication safety اكيد رح تحسن healthcare quality، جودة الخدمات الطبية الخدمات الصحية اكيد تتحسن بتحسن medication safety. كله link to each other، كله يصب في يعني بعض. ليش؟ لانه لما تحسن انت medication safety اكيد راح يتحسن الكواليتي. طب ايش الاشياء اللي انطلبت بالكوفيد 19؟ في شيء اسمه سيرجبلان. السيرجبلان هاي لازم تكون كل اورجانيزيشن بيحكي في حاله الكوفيد 19 سيرج وات وي هاف تو دو. السيرج زي بلان بتحطها الاورجانيزيشن بتحكي دكتورة فاطمة. ايه دكتورة فاطمة؟ دي واحدة يا جماعة.
دكتور رامي. ايوه هي الدكتوره فاطمه واضح ان النت عندها ضعف شويه. شكله هيك، بس يعني هو البحث مشترك بيني وبينها، بقدر انه اي حدا بده اسئله عبال ما ترجع، يعني الامر ما ضل كثير، يعني اخر شيء بتحكي بالريكومنديشن والمانجمنت وال يعني اذا بنقدر ناخذ اسئله عبال ما تيجي. ما فيش اي مشكله، اللي عايز يسال في جزئيه الدكتوره الاء يوسف النانو تكنولوجي يعني يرفع ايده وانا اعمله ان ميوت على بس ما النت يرجع عند الدكتوره فاطمه. فاللي عايز يسال سؤال يرفع ايده يتواصل مع الدكتوره الاء. يسال في جزء بتاع النانو تكنولوجي، لو حد عايز يستفسر عن اي حاجه عن اي حاجه اتقالت يسال سؤال يتواصل مع دكتور الاء. يرفع ايده بس بعد اذنكم. المشاعر هذه فاللي عايز يستفسر عن الجزئيه الاولانيه او في اي اسئله في الجزء الاولاني يرفع ايده وانا اعمله ان ميوت يتواصل مع الدكتوره الاء. اوكي دكتور، في بالشات اذا بدك تقرا او كذا، لانه النانو تكنولوجي دكتور خليني احكي قبل ما تشوف ايش في عندك اسئله، هي رح تكون المستقبل بكل شيء، يعني مش بس بالكوفيد 19، مش بس بالميديسين، يعني بالطاقة كمان تستخدم هاي. هلأ إذا بدنا نحكي عن شوية الكوفيد 19، الماسك اللي يستخدم for protection للفيروسز أفضل ماسك اللي هو النانو اللي هو يعني من نسيج النانوي، مصنوع من النسيج النانوي. ايضا الملابس اللي بيلبسها للوقاية من الكوفيد 19 بنقدر نصنع ايضا اللي هو فابريكيشن او نوع من انواع الانسجة ما بتلصق فيها الميكروبات، مش شرط الكوفيد 19 بحد ذاته، يعني الميكروبات بشكل جنرال. ايضا السانيتايزر، يعني بامكاننا انه لو نرش سانيتايزر او معقمات معينه على البنشات على الايدين البواب، لانه اصلا يعني هو بيضل عايش لفترات على الأسطح، بنقدر نعمل بروتكشن. هلأ في ورقة بدنا ننشرها أنا والدكتورة حنان ملكاوي من جامعة اليرموك والدكتورة سهيلة الشبول من جامعة التكنولوجيا مايكروبيولوجيست والدكتورة هدى أيضا، عن البروتكشن أند بريفنشن ل الكوفيد 19 والتوصيات بالإراديكيشن، حتى إراديكيشن من كورنتين، من القرارات اللي أخذوها الحكومة تقلل من انتشار هذا الوباء أيضا. وفي عندنا برضو جروب هون بالأردن الأكاديميين، هو دكاترة متخصصين مش شرط بس الميكروبيولوجيست، في فيسيولوجي، هدول الأطباء احنا بنعمل اجتماعات مع الأوبئة مع الدكتور عزمي محافظة، وبنطلع بتوصيات وريكومنديشنز حسب كل كيس حتى ناخذ القرار الصحيح على شكل زي جروبات، يعني مش القرار هو قرار شخص، وإنما
في مستشارين وفي ميتينج وفي ديسكشن لأي قرار حتى لو كان بسيط، لأنه بدك تعتمد على أساس علمي على تجارب لأي قرار بده الواحد ياخده. في دكتور رائد كان رفع ايده وعايز يسأل. دكتور رائد لو حضرتك، انا هعمل لك انميوت دلوقتي لو حابب تسأل الدكتورة آلاء. اتفضل دكتور رائد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بالبداية شكرا جزيلا حقيقة لهذه المحاضرة القيمة اللي وضح دور النانوتكنولوجي بالميديكال ابليكيشن. انا حقيقه لي بعض الاصدقاء كانوا يعملون في هذا المجال. بدايه انا اقدم نفسي، انا دكتور راد حمد محمد من العراق، اختصاصي بيزك ميديكال ساينس. لي سؤال في خصوص الكربون نانو تيوب وامكانيه استخدامه، يعني هذا فلتريشن بالنسبه للبلد. فسؤال امكانيه، يعني انا حسب معلوماتي انه الكربون نانو تيوب له استخدامات ممكن مستخدم سابقا بفلتره المياه. ومثل ما نعرف انه بالنسبه للنانو تيوب هو فيري سمول بورز، فلذلك هل هنالك اكو امكانيه لاستخدامها في عمليه فلتره البلد او لا؟ شكرا. اوكي، هلا احنا اي نانو بارتيكل بدنا نشتغله وكنانو دراج او بالنانو ميديسين. بس انا سامعه فويس مرتين. في صدى. هلا اي نانو بارتيكل بدنا نشتغله بدنا نتاكد انه ما في اول شيء سايد افكت. هلا فلتره المياه تختلف عن فلتره في داخل جسم الانسان، يعني انت بتحكي عن شيء الانفايرومنت او في يستخدم لتنقيه المياه. فهلا في مثلا الان ماجنتايت في مشروع دانا البشير فازت بانتل برايس، اللي هو ماجنتايت نانو بارتيكلز فور ادزوربشن ذا هيفي ميتلز فروم ذا كاريفر. استخدمت مواد طبعا انا اشرفت عليها بمسابقه لامريكا اللي هي انتل برايس للعلوم والهندسة. بنستعملها لتنقية المياه، بس لما نيجي نستخدمها للأنتي كانسر نفس الماجنيتايت أو الهيميتايت بنستعمله في كونسنتريشن مختلف. يعني الكونسنتريشن اللي استخدمته الطالبة دانا البشير يختلف تماما عن الكونسنتريشن اللي انا استخدمته في جامعه نيويورك يونيفرسيتي ابو ظبي. استعملنا الماجنيتايت والهيميتايت للبريست كانسر نوعه ام تي اف 7 سيل لاين. هلا انت لما تيجي تستعمل على سيلز او تيشوز 100% الكونسنتريشن راح يختلف. هلا طريقه التحضير احنا اوكي بنحضرها جرين ميثود، لكن اذا بدنا نستعملها بالدراج بدنا نستعملها اندر اسيبتيك كونديشن. انا طلابي اللي بشرف عليهم في اللي هي باوروبا الشرقيه طالب دكتوراه تخصص بيئه، مش شرط انه صنع هاي المواد اندر اسيبتيك كونديشن لانه بيعمل بيوريفيكيشن للووتر، ومش مثل لما احنا نعمل انجكشن لبدي الانسان يختلف تماما. هلا التصنيع طريقه واحده لكن الظروف تختلف. هلا انا لما اجي استعمل لانه هلا الان بشتغل انا وفريق البحثي من الجامعه الاردنيه والمشروع مدعوم من مؤسسه عبد الحميد شومان، بنشتغل اللي هي مغنيسيوم اوكسايد نانو بارتيكلز للانتي كانسر اكتيفيتي وانتي فلامنتوري، وبنشتغل برضو انتي بكتيريال يعني اوريدي ريزيستنس اللي خلص كله ما عماله بيستجيب للانتي بيوتيك، فاحنا بنضطر ندور على بدائل.
وقبل فترة انتشر اللي هو كلنا شفنا في مصر طفلة صغيرة أغلبية الأنتيبيوتيك ريزيستنت وما عماله جسمها بيستجيب، وإحنا ما بدنا نوصل لهاي المرحلة. هلأ الألترناتيف إحنا عمالنا مندور على بدائل لهاي الأنتيبيوتيك. طيب فالكربون انا وفريقي وفي دكتور بمركز النانو تكنولوجي بجمهورية مصر العربية الدكتور السيد جادو بروفيسور بالنانو، احنا بنستعملهم في علوم الطاقة. هدول الانواع من النانو بارتيكل بنستعملها في السولار بانلز، نستعملها في البيوريفيكيشن اوف ووتر، بس النانو بارتيكلز اللي بدنا نستعمله للانسان احنا ما بدنا اياه يكون يعمل لنا اذى او يعمل لنا دكتور اكيوميليشن. هلا الميتال اوكسايد او الميتال بشكل عام يعني في دراسات بتحكي انه بيعمل اللي هي اكيوميليشن، بيعمل الزهايمر، بيعمل فشل كلوي، بيعمل تسمم، وللونج اند شورت ران، يعني مش شرط انه اما ايميديتلي حسب التركيز، واذا ما اثر على الشورت تيرم راح يبين بعد سنوات. فاحنا وقفنا الاي جي ان بي اس المرحلة الثالثة ما اشتغلناه بتوصية من المركز العربي للنانو تكنولوجي في جمهورية مصر العربية اللي هو احد الدكاترة اللي معانا، بالرغم من انه معانا اوكي انه نشتغل بالثيرد ترايل، لكن وقفنا الامر وشغلنا الضمير الانساني انه نوقف هذا الشغل وندور على مواد سهل انها يصير لها ديجريديشن، ما بدنا يصير اكيوميليشن بانسجة اخرى او بمكان اخر. عفوا دكتورة، هو حقيقة أنا سؤالي كان من ناحية المبدأ، إذا هنالك إمكانية، هو ليس بالضرورة أن نستخدم كربون، أنا لكن جبته كمثال فقط، كمثال ذكرت كربون، ولكن من ناحية البرنس المبدأ بأنه نعم إمكانية استخدام الكربون، العفو النانو تكنولوجي في الفلتريشن بالنسبة للبلد، لأنه أنا حقيقة هذا السؤال انطرح. لسببين. الأشخاص اللي عندهم فشل كلوي راح يعملون هيموداياليسيس مثل ما نعرف يعملون غسيل كلوي، هذول هذا السبب الأول. بالإضافة إلى الأشخاص اللي يعانون من فشل كبدي، هؤلاء أيضا بالإمكان أن ينتفعون من هذه التقنية. إذن ملخص الموضوع أنه ممكن بالمستقبل أن نرى تدخل لتقنيات النانو تكنولوجي في عملية فلتر البلد للأشخاص اللي يعانون من فشل كبدي أو فشل كلوي. وشكرا جزيلا. نعم دكتور، كلامك صحيح 100%. في بيبر قبل بجوز أسبوعين نشرت، أنا رح أعطيها للدكتور رامي وصل لك إياها، قدروا يعملوا اللي هو نانو فلتر. هذا النانو فلتر بيقدر يعمل تنقية داخل اللي هو جسم الإنسان، لكن أنا ما بحكي عن نانو بارتيكلز. هلأ في فرق بين النانو بارتيكلز والنانو كومبوزيت أو الكومبوزايت والنانو فلتر. هلأ النانو فلتر هو في طبقتين منفصلات زي هيك، بيجوا لاير بيقدر انه يدخل من هاي المنطقة وما يسمح انه تمشي بهاي المنطقة، فبالتالي بيعمل على تنقية هاي المواد وعدم السماح لها بالانتقال الى الجزء الاخر.
النانو بارتيكلز احنا اكثر شيء بنستعملها للتارجتنج للتيومرز، لانه بتكون زي فولي تشارج وبتتجه للرياكتيف اوكسجين سبيشيز الاكسجين سيجلت اللي هي الاكسجين راديكال الار او اس الخلايا. يعني المرة الماضية أنا شرحت برضو بالفيديو عنها كيف الميكانيزم أوف أكشن، هاي النانو بارتيكل تقوم بالسيليكشن أو تارجت لسينجل سيل. يعني أنا ما بحكي لسه عن تيشو هلأ، يعني مش فقط بهذا المجال، لسه إحنا دخلنا بالإيرلي ديتكشن أند دياجنوزز. هلأ في بإمكان هلأ بيشتغلوا عشان COVID-19 البي سي آر، هلأ صارت أولد فاشن، هلأ بإمكانه عن طريق جهاز كتير صغير بس يحط سامبل زي البريجننسي تيست، خلال دقائق يقدر يكشف إنه هذا هاف بوزيتيف أور نيجاتيف، مش باستخدام البوليماريز تشين رياكشن واللي بياخد وقت واللي بياخد جهد واللي بياخد فلوس اللي هو بيكلف فلوس، بينما الرابيد تيست بتعطيك بسرعة إجابة بوزيتيف أو نيجاتيف وكتير بريسايس إذا استعملنا اللي هو النانو بارتيكلز، لأنها بتقدر تعمل ديتكشن بكونسنتريشن كتير منخفض، وبتقدر تعمل ديتكشن أو دياجنوزز لما شرحت المرة الماضية لقبل ما يتغير. يعني أجهزة اللي بالمستشفيات ما بتقدر لسه لأنه ما صار تشينج على التيشو ليفل. أنا ما بحكي عن التيشو ليفل، أنا بصير أحكي زي ما حضرتك قلت بالنانو بارتيكلز للميديسن فيلد نقدر نعمل دياجنوسيز قبل ما يصير التيومر اللي هو في حالة السيل سينجلت أو مجرد ما الخلية صار فيها نيكروسيز ولسه ما صار التيومر عن طريق انزيمات بيقدر هاي النانو بارتيكلز تعمل اللي هي ارتباط ما بينها وبين هذه الانزيمات. هلا لانه مؤتمرنا اليوم عن الكوفيد 19 ايش بقدر انا استعمل النانو؟ اول شيء قلنا الديتكشن رابيد ديتكشن زي ما في عندي انا طالبه ماجستير بمعهد النانو تكنولوجي باربد اللي هو بنعمل على الماشين ليرنينج. وقبل الماشين ليرنينج كان في فكره او اوبجكتيف معينه انه نشوف ديفايس، هذا الديفايس مربوط بابلكيشن معين على التليفون وبقدر يعمل ديتكشن بدون اي الم للمريض، فقط عباره عن وخزه. وموجود هذا الجهاز الآن كوميرشلايز بالمملكة العربية السعودية اللي هو بيكون قطعة صغيرة فقط تحت الجلد، بتنحط جزء منها تحت الجلد والجهة اللي فيها معدنية بتكون خارج الجلد، وعن طريق التليفون فقط تمريرها فبنقدر نشوف المريض بإيش يشكي بدون ما يعني نعطيه ألم أو نعطيه وخزات أو فهو له دور في تقليل الألم أو بالبين مانجمنت. فكلامك دكتور نعم صحيح. شكرا جزيلا دكتور على هذا الإيضاح. الله يسعدك، فرصة سعيدة وتشرفنا فيك دكتور. شكرا دكتور رائد على السؤال الجميل ده، وشكرا دكتورة آلاء على الإجابة الوفية. دلوقتي دكتورة فاطمة معنا عشان نكمل الجزء الثاني بإذن الله.
تمام دكتورة فاطمة، لو ظهرت الصورة دي واحدة. لا اتفضلي حضرتك. كان في اتحاد الكوفيد 19 في virtual meeting with the physicians. So الناس اللي على الويب لازم يتأكدوا انهم ياخذوا ال INR according to the guidelines and the protocols. ولازم يشوفوا الدوسز according to the INR level. What is regarding medication safety and healthcare quality؟ حكينا عن السيرش وحكينا انه في اشي لازم يكون في اشي اسمه COVID-19 سيرج بلان، اني اورجنايزيشن تعمل هذا السيرج بلان بحيث انها تحكي في حاله انقطاع الكمامات ايش بنعمل، في حاله انقطاع الميديكيشن والثيرابيتيك انترشينجبل، في حاله الستاف عدد الستاف كان قليل وات ذا بلان، ايش الجروبس اللي بكون فيها عليها الستاف في جروب A و B و C. كانت بصراحه بلان وافيه سبحان الله. الانسان في حاله الامرجنسي بيطلع اشياء ما كان يوم من الايام انه يتخيل انه هي كان بوت ذا بلان ان ايرجنت سيتويشن. ف اند ذي فولو ذيس بلان اند ات از سكسسفول. سو this is the reference of my topics, the ICMB, FDA, CDC. يعني في we talk about the high alert and حكينا عن high alert medication and safety strategy. حكينا عن localized sound alike medication. حكينا عن hazardous medication list and the NOSH guideline updated. حكينا عن reconciliation for admission, transfer and discharge. I think I finish my presentation and thank you very much for inviting me, and this is my honor really to participate in this activity. Thank you very much. Please, if there's any questions. Thank you, Dr. Fatima, for this elegant presentation, and thank you for being with us and for accepting our invitation. This is international webinar, which is a collaboration between Egypt, Iraq, and Kingdom of Saudi Arabia and Kingdom of Jordan. الأسماء اللي بعد إذنكم يا معم، طبعاً هفتح الشات. طبعاً شكراً للدكتور علاء يوسف وشكراً للدكتورة فاطمة يوسف على المحاضرتين الجمال المكملتين لبعض جداً. أنا استفدت منهم كثير جداً. بإذن الله أنا هفتح الشات دلوقتي عشان أنزل لينكات. بعد إذنكم اللي عايز يسأل سؤال دلوقتي، يعني اللي عايز يسأل سؤال يا إما يرفع إيده أو يكتب على الشات، والأفضل إن هو يرفع إيده عشان بس اللينكات ما تروحش وسط الكلام. فبعد إذنكم اللي عايز يسأل الدكتورة آلاء أو الدكتورة فاطمة أي سؤال يرفع إيده. يرفع، ولو ما عندوش إمكانية يرفع إيده ممكن يكتب على الشات، بس طبعاً الأولوية إن هو يرفع إيده أحسن يعني. وأنا دلوقتي هفتح الشات عشان أنزل لينكات إن شاء الله. شكرا دكتورة آلاء، شكرا دكتورة فاطمة، نورتونا بجد على المحاضرة يعني محاضرتين صراحة أحلى من بعض، وكل واحدة مكملة للثانية. دلوقتي أنا فتحنا الشات، اللي عايز يسأل أي سؤال بعد إذنكم زي ما قلت لحضراتكم يرفع إيده أو يكتب في الشات على ما ننزل اللينكات بإذن الله.
انا دلوقتي نزلت لينك القناه اللي هتنزل عليها الفيديو بعد اذنكم كلكم تخشوا واعملوا سبسكرايب للشانل عشان تتابع الفيديوهات اللي فاتت وباذن الله الفيديوهات اللي جايه للويبينار. حاضر انا بنزل لينكات تباعا واحد واحد. ده لينك الفيسبوك جروب بتاعنا يا جماعه شرفونا وانضموا ليه عشان تابعوا الويبنارز. احنا بنعمل اي ويبنار عن اي ويبنار في دول كتيره جدا في دول تقريبا في كل دول العالم. فشرفونا وانضموا للجروب. وده جروب الواتس جروب. في الدكتور رائد بيسال اذا امكن ايضا لمبدا عمل الجهاز اللي ذكرته الدكتوره الاء للتنبؤ بالامراض. دكتوره الاء ده السؤال لحضرتك. يس سامعني دكتور. بيقول لحضرتك مبدا عمل الجهاز الذي ذكرته الدكتوره الاء للتنبؤ بالامراض. اوكي هلا المره الماضيه درسنا الميكانيزم اوف اكشن للنانو تكنولوجي كيف بتقدر هاي النانو بارتيكل البروجرامينج تقدر توصل للنان هيلثي سيلز. ما بعرف ارجع اعيد المره الماضيه اللي هو بشكل بسيط جدا. اوكي هلا احنا بعد ما نصنع هاي المواد بنجففها على درجه تقريبا 400 درجه سيليسيوس. بعدين بناخذ هاي المواد وبنعمل زي ديزولف بندوبها وبنعمل التريتمنت او ديفرنت كونسنتريشن وبنشوف مين افضل كونسنتريشن اللي بيعمل مثلا سايتوتوكسيسيتي للجزء اللي انا بدي اياه. بس ممكن دكتور اعمل شير عشان اجي على الصوره تاعت الهيلثي ونن هيلثي. بقدر اعمل شير عشان اقدر اشرح. اعمل شير من حاضر دكتوره. لا مفيش مشكله انا هعمل حاضر دلوقتي شير عشان اشرح الميكانيكيه. تمام اتفضلي كده. اتفضلي وصل لك الشير اهو. اتفضلي. اعتقد من الديسكتوب. لا ما سنابينج تول. اوكي هلا هيك. بقدر اعمل من هون. اوكي وصل حيك الشير دكتور علاء. يس اوكي ذس وان اللي هو الميكانيزم اوف اكشن. بالايرلي ستيج يعني هي هون السلايد بس اوصل. ايوه هون. ايوه هيها. هلا هاي السنسورز. هاي السنسورز. هلا كيف الميكانيزم اوف اكشن. خلينا بس نيجي لهاي السلايد. هلا في احنا عندنا تيومر اللي هو بهاي المنطقه هاي اللي هو هلا التيومر اللي هو تعريفه انه زياده الانقسام عددا وحجما، مش بس حجمها ولكن عددها.
هلا هذا ما بيكون لسه ظاهر، ايش بيكون فيه؟ يعني كتيومر هلا هون مثلا هاي المنطقه الصفراء، المنطقه الصفراء هاي ما بتكون لسه، ما في مش متكون تيشوز، لانه هلا مجموعه سيلز تعطي نسيج. هلا بهاي المرحله النانو بارتيكلز بتقدر توصل لهاي السيلز. كيف بتقدر توصل؟ ايش في؟ شايفين هاي النهديه، هاي اسمها زي ريسبترز، مستقبلات تستقبل. والصفرة الجهة الثانية من جهة النانو بارتيكلز، شايفين هاي الدائرة الصغيرة السفيريكال شيب أو اللي بتشبه الكرة، هاي النانو بارتيكلز بتقدر تتعرف على هاي المنطقة الصفراء. هلأ في حالة التيومر، هاي طبعا تيومر MCF او whatever، من يعني مش شرط MCF 7th line، مش شرط انه تكون هذا الكانسر. هلأ المنطقة الصفراء، هلأ لما يصير attachment هاي المنطقة، هلأ الصورة اللي بعدها في اشي اسمه signaling pathway. ايش يعني signaling pathway؟ يعني بتعطي اشارة. طب شو هاي الاشارة؟ هاي الإشارة هلأ سبحان الله، ربنا خلق لغة بين السلز وبين الأنسجة. هلأ هاي السنجلت اسمها اللي هي اسمها ROS Reactive Oxygen Species، متى هاي تفرز؟ تفرز هلأ احنا منقول بعض الكانسر سببها جيني، بعضها سببها من تعرض للكارسوجينيك كيميكالز، وبعضها من ستريس. ايش هو هذا الستريس؟ الستريس عبارة عن ريليز، اطلاق لهاي الراديكال. فبيكون كونسنتريشن الاو ماينس بهاي المنطقة، وانزيمات انتشار انزيمات بهاي المنطقة بتعطي اشارات وبترتبط النانو بارتيكلز فيها. هلأ لما ترتبط بتعطي اشي اسمه فلوريسنس، وميض او ضوء. هذا اللي لونه اصفر بيقدر الطبيب، شايفين الصورة رقم 3، بيقدر الطبيب يحكي انه هاي في تيومر باللانز او هاي في تيومر بالبرين. هاي النانو بارتيكلز لن ترتبط بالهيلثي سيلز، لانه ما عندها ريسبترز اصلا، ما عندها سنجلت ار او اس اللي هي تفرز في حالة الستريس، تفرز في حالة الاجهاد. لما يصير عندنا نسيج نيكروسيز، هلا شو الفرق بين السايتوتوكسيك وبين النكروسز؟ هلا السايتوتوكسيك افكت احنا بنقدر نقتل هاي الخليه، لكن النكروسز اللي هي الايجينج، نفس الايجينج. هلا لما يصير عندنا شيخوخه بالخليه ايش بيصير عندنا؟ ديث، شيء طبيعي يصير ديث، وبالتالي بيصير هاي الانسجه للمستقبل، يصير النتيجه. دكتور علاء، في حد بس بطل من حيك تكبري الشاشه، تعملي لها سلايد شو. اوكي، فهلا هون هلا اعمل سلايد شو. اوكي، هلا هذيك اللي انا قبل شوي شرحتها للديتكشن أو دياجنوزز، بس بأي مرحلة؟ مرحلة كتير مبكرة. هلأ أغلبية مرضى السرطان إيش أكتر نصيحة منقولهم؟ منقولهم الكشف المبكر. ليه؟ لأنه كل ما إحنا بأيرلي ستيج، كل ما قدرنا نعمل كنترول أو ميديكيشن أسهل. لما يتفشى المرض بصعب علينا، ما بنقدر نعمل كنترول
لأنه خلص انتشر ما في يعني حتى بصير كونفيوز للبارتيكل وين يروح وإحنا ما بنقدر نعطي جرعات عالية. ليش؟ لأنه أصلاً وجد هاي التقنية حتى نقلل التركيز. طب ليش بدنا نقلل التركيز؟ شو بنستفيد؟ نستفيد من إشي اسمه التقليل السايد إفكت. إذا كان الكيموثيرابي بيعمل اللي هو تساقط الشعر، بيعمل نوزيا، بيعمل فومتينج، بقلل هاي الأعراض الجانبية المؤلمة. يعني أنا والدتي الله يرحمها يعني بالفترة اللي عانت فيها، وهو اللي خلاني أخلص هذا التخصص وأتعب تلقيت الله يرحمها وأخذت جائزة على مستوى العالم اللي هو بالنانو ميديسين ليدرشيب أورد. النانو ميديسين طبعا مش إلي، للفريق اللي إحنا اشتغلنا هذا الشغل وقدرنا نقدر نعمل ريديوسينج أو إنهيبيشن، مش بس للتيومر، قدرنا نشتغل لأنواع بكتيرية أوريدي هي ريزيستنت لأنتيبيوتيك كتير، يعني الليست اللي صار فيها ريزيستنت كتير، مش بس بأنتي بيوتيك معين وإنما بجروبات. يستخدم أنتي كانسر، يستخدم أنتي مايكروبيال. وبدون ذكر الشركة، في شركة اللي عملت مسنجر RNA نانو كابسوليشن. طبعا انا لانه هذا شيء علمي ما بفضل احكي اسم الشركه اللي اشتغلوا الان على مستوى العالم بالنانو كابسوليشن. ليش النانو كابسوليشن؟ النانو كابسوليشن لحمايه الماده الوراثيه المسنجر RNA اللي اخذوا، اللي هو جزء من، مش ما اخذوا مايلد فيروس، اخذوا السبايك بروتين. ايش هو هذا السبايك بروتين؟ اللي هو جزء الندبه اللي موجوده خارج الكوت بروتين تاع الفيروس. ما اخذوا الجينيتك ماتيريال، فما رح يصير انفكشن، مستحيل يصير انفكشن لانه ما في اصلا جينيتك ماتيريال. طيب هاي الماده الصغيره كيف بدنا ندخلها بالانسان؟ كيف بدنا نحميها من الديجريديشن او من التحطيم؟ لانه الماده الوراثيه انا طلابي كثير بتغلبوا تا تطلع الباند عندهم، لانه اي غلط بالبروتوكول الماده الوراثيه خلص بيصير لها ديناتشريشن او ديجريديشن، وسهل سهل اللي يصير هذا الشيء. كمان في شغلة بالنانو تكنولوجي أكتر ستيبل، لما إحنا نعمل فاكسين معمول له كوتيد أو نانو كوتيد، هذا بيعطي بروتكشن، يعطي اللي هي مور ستيبل، وعدا إنه تقليل الجرعة أكتر سيف، يعني أكثر أماناً. وهاي الصورة اللي قبالنا بتقول مش بس بالديتكشن ومش بس بالدياجنوزز بالإيرلي ستيج، برضو بالسايتوتوكسيك، السايتوتوكسيك إفكت اللي هي في قتل هاي الخلايا، تعمل على قتلها، تتعرف عليها، تيجي عندها، بتعمل على اللي هو سايتوتوكسيك إفكت. هذا بتكون تارجتينج. فأنا بتمنى تشوفوا الفيديو، أنا عرضت فيديو قبل أسبوعين، فيديو جميل جدا. هلأ الآن بالأردن طبعا في 30 مشروع اتأهل على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وأنا واحدة من هذه المشاريع التي أهلت للمنافسة. المرة القادمة رح نتوجه للمغرب، ولبعدها في إيطاليا بنعمل اللي هو نانو دراج. لإيش؟ اللي هو توصيل هاي الجد او التارجت سيل، هذا اللي احنا بدنا اياه، انه نقلل الجرعه بس نوجه للخليه اللي احنا بدنا نقتلها، مش نقتل النسيج كله او ناذيه. شكرا دكتوره علاء.
لو حد يا جماعه عايز يسال سؤال تاني يكتب بعد اذنكم او يرفع ايده، سواء الدكتوره فاطمه او الدكتور علاء، في حد يسال اي سؤال؟ هي هذا الاستاذ اللي سال عنه. اللي عايز يسال سؤال يرفع ايده او يكتب في الشات. بعد اذنكم انا حاطط لينكات، لينك الفيسبوك والواتس واليوتيوب. اعملوا سبسكرايب اليوتيوب عشان بس تتابعوا الفيديوهات اللي بتنزل، واللي عايز يتفرج على الفيديوهات الويبنارز اللي فاتت، في ويبنارز مهمه جدا اللي حابب يتفرج عليها. فبعد اذنكم اعملوا سبسكرايب للشانل وخشوا على الفيس والواتس والجوجل فورم نزل اهو. في دكتور احمد بيقول لحضرتك هل في اضرار من النانو؟ اوكي، هلا سؤاله هل يوجد اضرار من النانو تكنولوجي يعني؟ اوكي، هلا حسب التركيز رقم واحد، رقم اثنين حسب ايش هو النانو بارتيكل. هلا في احنا عندنا حسب نانو بارتيكلز او نانو كومبوزايت. النانو بارتيكلز اللي هو بيكون عنصر واحد فقط. النانو كومبوزايت ناخد عنصرين مندخلهم بريدوكس رياكشن او فانكشنال جروب عن طريق اللي هو المواد الفينولية او الكالويد او واتيفر من هاي المواد اللي بتحمل هاي المادة، فإلها دخل بالريدوكس رياكشن. هلأ مندخل مادتين مع بعض بتعطينا نانو كومبوزايت. هلأ حسب المادة اللي أنا بدي أستعملها، يعني أنا هلأ ما بقدر أستعمل هيفي ميتال كونسنتريشن عالي وأعمل في إنجكشن، فأنا عندي محاذير ولازم سيفتي رولز، يعني تركيز معين كونسنتريشن، ايش هو نوع النانو بارتيكل، واندر اسيبتك كونديشن. انا اصنع الاوبريشن اللي هو قبل مرحله الدكتوره فاطمه. الدكتوره فاطمه بتبلش بالميديكيشن بالهوسبيتال، احنا قبل المرحله لانها هي السيفتي بكل المراحل، حتى الفارماسيست اللي بيعطي خدمه واللي بيعطي الدواء بالصيدليات لازم يكونوا بروتكتيف، لازم يكونوا دبل ماسك، لازم يكونوا لابسين ويعني حامين حالهم من الفيروس او الابيديميك اللي انتشرت بالعالم. فهو يعطيني عنصر معين، مثلا هل هو ميتال، هل هو ملح، حتى المغنيسيوم اوكسيد يعني اللي اخذت عليه فند من شومان، عمالنا بندرس السيتوتوكسيك افكت، بدنا نشوف الكونسنتريشن. هلا انا لما اجي اصنع هذا الكلام يعني بعطيه لطلابي، عندي طالبه ماجستير كليه الطب بالجامعه الاردنيه، بخليهم هم اللي يشتغلوا، يعني انا ما بعطيهم الاجابه. هلا بامكاني مثلا اعطي بالكونفرنس انه انا استعملت اي جي ام بي اس اللي هو سيلفر نانو بارتيكل، كان التركيز افضل تركيز مثلا 100 بارت بير مليون، اوكي. لكن انا طلابي ما بعطيهم الاجابه، الطلاب انا بجيب لهم سلاين من امريكا توصل بايس بوكس، ناخذ هاي السلاين كاكو 2 او ام سي اف 7 اللي هي اما للبريست كانسر او للكولون كانسر، ومستعمل بعد ما نعمل سيدنج واكثار لها لانها هي شوي غاليه، فاحنا بنكثرها بالمختبر وبنجيب ميديا، وبعدين بخليهم هم اللي يجربوا، هم اللي يشوفوا ما هو التركيز الأمثل لقتل هاي النوع من الخلايا السرطانية. وإيش كمان بجيب لهم؟ بجيب لهم خلايا أخرى سيلاينز هيلثي حتى يقارنوا. أنا راح يكون عندي نيجاتيف وعندي بوزيتيف وعندي المادة اللي أنا دوبت فيها النانو بارتيكلز اللي هي مادة اسمها ديمزو. أنا بدوب النانو بارتيكلز مثلا الزنك أوكسايد هو مش بس للسكين كانسر،
الزنك أوكسيد للأنتي إيجينج الستات بيستعملوه حتى يشيلوا التجاعيد، لأنه هو بيعطي حافز للخلايا إنها تتجدد ويكون يعني للأنتي إيجينج إنه تتجدد هاي الخلايا وأنتي رينكلز بالمنطقة اللي هاي. وبعدين هذا موجود يعني بمركز حمدي منجو بالجامعة الأردنية اشتغلناه مع كلية الصيدلة الدكتور ياسر البستنجي، والنتائج كتير كويسة بالزنك أوكسايد. لكن أي نانو بارتيكلز آخر في تحفظ، يعني لازم ندرسه، لازم نشوف السمية لإله ونشوف التراكيز. هلأ أوكي ماشي، مثلا طالبتي هذيك المرة اشتغلنا جولد نانو بارتيكل، أعطت يعني قتل للخلايا السرطانية نوعها كاكو 2 إشي روعة، لكن لما اجينا اشتغلناها على الهيلثي سيلز أذتها، فخلص أخذنا نتيجة لكن لا توصى بها. كطالبة ماجستير لازم إما تغير مثلا النانو بارتيكلز أو تغير التركيز أو ما تكون إجابتها 100%، يعني شوية تقلل التركيز أو تغير النانو بارتيكل اللي هي بتشتغلها أو تغير طريقة التحضير، لأنه في عنا طرق للتحضير مختلفة، في عنا بوتوم أب وفي عنا أب تو بوتوم، في عنا الريدوكس رياكشن كيميكلز وفي عنا لايبوسوم وفايتوسوم. لازم تتجه وهي اللي تعمل هاي التجربة وهي اللي تأخذ النتائج هاي، طبعا under supervision، لكن الإجابات حسب التجربة اللي بتعملها وحسب النانو بارتيكلز وحسب الريتريشر ريفيو. يعني خلص هلأ الاي جي ان بي اس انا وفريقي البحثي اخذنا قرار انه نوقفه السيلفر نانو بارتيكلز بالرغم من الموافقات. هلأ الاف دي اي بتوافق لشغلة واحدة، بتيجي تدرس الحالة كلها بجدول ايش اذا الفوائد والسايد افكت بيعملوا بالانس. هلأ اذا كان هذا الحالة مثلا ميؤوس منها وخلص، هو بقول يعني خلص الدكتور قال له روح روح على البيت وما إلك حل، هذا بده أشي، فبقبل انه يجي يستخدم السيلفر نانو بارتيكل، وبعدين بيكون خلص يعني ما رح يعيش 15 سنة لقدام أو 20 سنة إن يصير له، لأنه هو ما إيش بيصير له، بيصير accumulation لمنطقة هلأ اللي برين في منطقة اللي هي بتيجي تفصل ما بين الأجزاء، هاي المنطقة بيصير accumulation عايش بيأثر بيعمل الزهايمر. هاي يعني questionnaires. هلأ إذا هذا المريض قرر إنه ياخد AGNPS، الFDA وافقت على هذا الحل إذا المريض بده، لكن إحنا كفريق بحثي نكتب يعني بعد ما نشرنا هذا الشغل هلأ عمالنا نكتب أنا والفريق إنه لا خلص السيلفر نانو بارتيكلز الأبحاث وقفت بالرغم من موافقات، لأنه في إشي اسمه الضمير وفي إشي اسمه الإيثكس وفي إشي اسمه الإنسانية. إحنا هلأ موجودين مع الدكتور رامي ومع حضراتكم فقط من أجل العلم، ما بدنا شيء آخر ولا شيء إلا الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. فالضمير إن شاء الله موجود، ما عنا شركات خاصة إنه نروج لهاي المواد، لا يعني حتى طلابنا منعلمهم على أخلاقيات المهنة وعلى الإنسانية، لأنه هينا بهاي الجائحة COVID-19 عمالنا منشوف شباب مثل الورود عمالهم بيروحوا وبرحلوا، مش بس الأعمار الكبيرة. فيعني إن شاء الله بميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله. شكرا دكتور علاء، شكرا على الإجابة الجميلة وشكرا على الشرح الجميل. في دكتور رائد،
طيب تحب حضرتك اعمل لك ان ميوت ولا تكتفي بالكتابه؟ ممكن يعني you can unmute yourself يعني. طيب هو الدكتور رائد كان بيسأل سؤالين. إذا does that mean nanoparticle can be depend on cells marker؟ وفي سؤال ثاني is there nanoparticle material get FDA approved in medical application؟ Yes. هلا السؤال الأول مش بس السيلز، مش بس الخلايا، إحنا بنقدر دكتور نشتغل على الجينات، يعني نيوكليوتايد على السيكونسينج للجين، بنقدر نشتغل على الجين ليفل، يعني لسه مش بس الخلايا، لسه درجة أدق منها على الجين ليفل. عفوا دكتورة ما هو الجين ليفل يعني بمعنى الجين اكسبريشن. اذا الجين اكسبريشن فهو بالتالي راح ينعكس على السيل ماركر، فهو السيل ماركر اوريدي هو بروتين بروديوس فروم وان جين اور مالتيبل جين. فاذا كان الجين سيل اكسبريشن اب ريجوليشن اور داون ريجوليشن هو بالتالي يعني نفس المعنى، سواء كان احنا اذا نظرنا للبروتين as a cell marker او نظرنا للجين. لكن بالمفهوم هذا الديفايس اللي تفضلتي عليه حضرتك هو limitation لone kind of tumor، صح او خطا؟ يس. هلا انا بقول لك الجواب صح، جوابك صح. نعم هلا بقول لك. هلا مثلا دكتور منير نايفه اللي هو احد اللي ايام لما كنت طالبه دكتوراه، هذا السؤال وجه الي اثناء مناقشتي، فانا كنت محضره حالي لهذا السؤال. كنا يعني مش عارفين شو بيصير بالماده الوراثيه، ايش بتعمل بالميكانيزم هذا سيرتن. يعني كنا نشتغل وقتها على أربع مواد نانوية: مغنيسيوم أوكسايد، مغنيسيوم هيدروكسايد، زنك أوكسايد، وكبر أوكسايد. هلأ كل نانو بارتيكلز إله يا دكتور ميكانيزم أوف أكشن تختلف، يعني كيف يعني في بعضها بتشتغل على الإنزيم إنهيبيتورز، في بعضها بتشتغل على الإشي اسمه اللي هي هاي الكلمتين من الدكتور منير نايفة اللي هو بجامعة إلينوي الأمريكية، سجلنا براءة اختراع على كلمتين اللي هو الميكانيزم أوف أكشن، إيش بيعمل تا يقتل هاي التيشوز. كانت كلمة اللي هي DNA degradation and protein precipitation، بس هذا الكلمتين سجلنا عليها بيتنت. يعني هلا بالدرج لما نيجي احنا نصنع بنحمي حقنا باكثر من شغله، اما بنسجل بيتنت براءة اختراع، او بنعمل شركه مصنع نخبي هذا الشيء لإلنا. طبعا هذا غير محبب إلنا كعلماء وكباحثين في الجامعات، ننشر كل شيء يعني بالببليكيشن، اي حدا بيقدر يقرا الببليكيشن اللي بننشره بيقدر يعملها، يعني ننشر كل شيء. فكلامك دكتور نعم صحيح، ولو انت حكيت هذا الكلام كان اخذت عليها براءه اختراع، احنا سجلناها لما كنت طالب الدكتوراه يعني زمان قبل سنوات. شكرا يا دكتور، فجوابك تستحق عليها براءة اختراع يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة. الله يسعدك. الله يسلمك. شكرا دكتور رايد. دلوقتي في اي حد عنده اي سؤال يا جماعة؟ يا بعزمكم يكتب على الشات او يرفع ايده. طيب كده يعني كده خلاص كده غالبا الاسئله خلصت. شكرا دكتوره علاء، شكرا دكتوره فاطمه على المحاضرتين الجمال جدا الخاصين بالميديكال سيفتي during كوفيد 19 عندي، سواء عن طريق نانو تكنولوجي او عن طريق الفارماسيست.
شكرا بجد، كان الويبينار جميل جدا، وارجو ان انتم تكونوا استفدتوا. وطبعا نتشرف بيكم في الويبينار الجاي باذن الله، وكل سنه وانتم طيبين جميعا بمناسبه شهر رمضان الكريم. هو خلاص يعني فاضل ايام، ويا رب يعني يا رب الجائحه دي تخلص والعالم يبقى احسن كتير، لان هي فعلا في ناس كتيره اتضرت منها. شكرا دكتور علاء، وتحيه برضو اخيره من او مش اخيره، تحيه ثانيه من جمهوريه مصر العربيه للمملكه الاردنيه الهاشميه والمملكه العربيه السعوديه ودوله العراق. الحمد يعني الويبينار كان يعني كان الحمد لله كان جميل كده وكان مفيد. ونتقابل باذن الله في الويبينار الجايه. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. السلام وانتم بخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. هي أخذت صورة لكم. يلا يعطيكم ألف عافية وكل عام وانتم بخير، وشكرا لكم ولجمهورية مصر العربية أم الدنيا وللمملكة العربية السعودية وللعراق ولبلدي الأردن ولجميع الأقطار العربية والعالم. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. يلا في امان الله. في امان الله. في امان الله. مع السلامة. شكرا جزيلا. Thank you for the invitation.